مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن بدايه الاسبوع. ولانه ليس على المريض حرج فتحملوا كلامي، عندي شويه انفلونزا، تاكدت انها مش خنازير. اذا حدفت على كورونا يبقى خلاص امر الله والواحد يفهم ايه المرض ده في الاخر، لكن في تخاريف فدعوني اخرف قليلا. فعلا في حرب على 25 يناير، يعني في 30/6 بتحاول تغتال كل ما هو 25 يناير، ويبدو اننا في حاجه الى تدخل ايمن نور بالفعل. النهارده يا جماعه الحكومه الغت اهم قرار اتخذ بعد ثوره 25 يناير. اول حكومه للثوره كانت خدت قرار مهم جدا وفضل لدرجه انه قال لك من انجازات الثوره هو الغاء التوقيت الصيفي. فازاي الحكومه النهارده تيجي تلغي التوقيت الصيفي وتقول انها هيرجع من يوم 15 تاني؟ هو احنا كنا فاهمين ليه توقيت صيفي وتوقيت شتوي؟ طب يعني ما صدقنا ان في حاجه كويسه اتعملت، ليه يتلغي؟ هو ايه اللي اتعمل كويس في الغاء التوقيت الصيفي والشتوي؟ حد فيكم حس ان حصل حاجه، ان احنا لما طولنا الليل يا ليل طول شويه او قصرنا النهار حياتنا اختلفت؟ هل يا ترى انتاجنا زاد، شغلنا زاد؟ ولا حاجه. احنا الشعب المصري العريق والشقيق بيعمل اي حاجه وبيتعامل معاها بمنتهى الشفافيه والذكاء. النهارده الحكومه رجعت التوقيت الصيفي. ليه رجعت التوقيت الصيفي يا جماعه؟ من يوم 15 علشان نوفر كهرباء. الليل هيقصر والنهار يطول، عدد ساعات الليل تبقى اقل فالنور يبقى فيه اقل، زي ما بالظبط قرروا ان مباريات الكوره تبقى من الرابعه عصرا، مفيش مباريات مساء عشان نوفر نور للاستاد. ده شيء وحش؟ لا، شيء كويس. التوقيت الصيفي دلوقتي عودته انا شايفه شيء كويس. ليه؟ علشان نقلل استهلاك الكهرباء ويبقى النهار طويل كده قدامنا فيبقى براحتنا. طب ما هو كده احنا هنصوم اكتر في رمضان؟ لا، الحكومه حريصه على اتمام ديننا بشكل جيد فالحمد لله. هتلغيه في رمضان وترجعه تاني؟ يعني ايه؟ هنروح من 15/6، من 15/5 لحد نهايه 6 رمضان، نروح داخلين على رمضان نرجع تاني توقيتنا العادي، وبعد يخلص رمضان على طول نروح معيدين بالتوقيت ايه؟ الصيفي مره اخرى. هنتلخبط؟ هنتلخبط، وايه اللي هيفرق يعني؟ ما احنا ما بيفرقش معانا حاجه. واذا كانت دعابه في ان من انجازات 25 يناير هي التوقيت الصيفي، فهذا يستخدم سياسيا في هذه الايام. من يريد اتهام المشير عبد الفتاح السيسي يقول ان عبد الفتاح السيسي حواليه ناس وهدفه الانقضاض على ثوره 25 يناير لحساب 30/6، في حين ان الرجل يؤكد كل يوم انه لا انفصال بين 25 و30، وايه المانع ان يكون عندنا ثورتين مش ثوره واحده. اللي عايزين ينتقدوا حمدين يقول لك حمدين قاعد يتكلم عن ايه؟ ان انا بتاع ثوره 25 يناير، الراجل ما هو بيقول انا بتاع 30/6. يقول لك حمدين بيقول ان انا جاي علشان اخرج دومه ومحمد عادل والغي قانون التظاهر، الرجل بيتكلم عن العداله الاجتماعيه، بيتكلم على العداله الانتقاليه، بيتكلم في حاجات كتير، بس اللي عايز يشوه في الاتجاهين بيشوه. واحنا ماشيين عندنا قضايا اهم جدا، اهم هذه القضايا كيف نعيش؟ احنا هنعيش ازاي الفتره الجايه؟ هناكل ازاي؟ عندنا مشكله في الاكل وهذا هو المهم. الحكومه النهارده اعلنت وعايزين ندخل في الجد، عندنا اسر فقيره، بنتكلم عن عشوائيات، بنتكلم عن تعليم، بنتكلم عن صحه، فلازم نفتش في المرشحين اللي جايين دول، اللي هيجي منهم رئيس هتعمل ايه بجد؟ وقول لنا هتعمل ده ازاي. على المدى الايام الاخيره تابعت حوار المشير السيسي مع زميلتي العزيزة لميس الحديدي وزميلي العزيز إبراهيم عيسى، ثم تابعت جزء كبير من حوار السيد حمدين صباحي امبارح مع زميلي عمرو الكحكي على قناة النهار، وإن شاء الله السيد حمدين هيكون ضيفي مع زميلي مجدي الجلاد غدا في حوار في مصر تنتخب الرئيس. الاثنين ما زلنا في دائرة الأفكار. عايز ألفت نظركم بس إن حتى هذه اللحظة لم نعرف برنامج المشير عبد الفتاح السيسي ولم نقرأ برنامج السيد حمدين صباحي. كل واحد لسه بيمهد الأرض بطرح مزيد من الأفكار. تبدو الأفكار حتى هذه اللحظة نظرية. جايز المشير السيسي كان أكثر عملية لما قدم مجموعة من المعلومات الدراسات اللي مش عارف السيد حمدين هتبان عنده أرقام وإحصائيات، طارح تصور المشير السيسي لفكرة تقسيم المحافظات ورفعها 33 محافظة وزيادة الظهير الصحراوي. تنفيذ ده لما هنيجي نناقشه بعد كده تنفيذ صعب،
تنفيذ صعب لان في مناطق تبع القوات المسلحه في هذه الاراضي اللي هتضم المحافظات، في مناطق فيها مناطق تعدين وفوسفات مقسومه بين المحافظات، فهتاخد جزء من اللي بيمثل ثروه في محافظه يدخل في محافظه تانية فهينتقص منها. التوزيع الجغرافي للسكان هيبقى فيه مشكله. حدوته هو حلم ممكن يساعد في حل ازمه بالفعل، ولكنه محتاج وقت وسنوات. هيتنفذ ازاي وآلياته ده هنتكلم فيه. السيد حمدين صباحي وهو مركز اكتر على العدالة الانتقالية، العدالة الاجتماعية واحد من المحاور المهمة جدا عند المشير السيسي. العدالة الانتقالية اللي المشير السيسي لسه ما اقتربش منها، ما شفناهوش اقترب منها. البعض يرى ان حمدين هنا بيغازل مين؟ بيغازل الشباب الثوري، بيغازل الاخوان، وده كلام هنسأله عنه. بيغازل أمهات الضحايا. العدالة الانتقالية شيء مهم جدا، والعدالة الاجتماعية شيء مهم جدا جدا. المشروعين أو الطرحين جيدين، بس هيتم التعامل معهم إزاي في المرحلة المقبلة؟ هيترجموا إزاي؟ لأننا شبعنا كلام. يعني أنا سمعت السيد حمدين امبارح وهو بيتكلم عن أنه أول قرار هياخده وهو تخفيض مصاريف مؤسسة الرئاسة. أنا ما عدتش بصدق حد، أنا بحترم كل حد، بس ما عدتش بصدق غير بالفعل. فاكر الرئيس المعزول محمد مرسي لما طلع في ميدان التحرير وقال لك أنا صدري أهو زق الحرس، بعدها كان بيمشي ب 600 عربية، ما كنتش بتعرف تشوف العربيات. كان بيقول أنا وأولكم وأفقركم، وأكبر إنفاق تم في مؤسسة الرئاسة كان هو. كان بيقول لنا إنه رئيس ينتمي الى خلفية اسلامية، وهو الرئيس الوحيد اللي خد من امواله الامار اللي كان ممنوع تتخذ من اندية الامار وتدخل في ميزانية الدولة، دخلها في ميزانية الدولة وهو رئيس من خلفية اسلامية. فانا مش هصدق كلام، انا حميل اكتر وادعوكم للتفكير اذا كان ده مناسب ليكم، قد لا يكون مناسب، للتفكير في الخطط العملية اللي هيقدمها لنا كل مرشح. المشير السيسي يقول لنا هيعمل ايه ازاي وباي امكانيات. لما بيتكلم عن 3 تريليون او 4 تريليون لازم نتناقش فيهم. هو قال كلام مهم وعايز اقول لكم بعد، يعني المشير السيسي اتكلم في جزئيه المصريين اللي في الخارج وهم عدد كبير، وقال لو كل واحد تبرع فيهم من 10 دولار ل 100 دولار، وقال ان ده مبلغ كبير. طيب اذا كان ده واحد من الموارد المهمه اللي ممكن ان يعتمد عليها، طب لو ما بعتوش البند ده ضاع، سيادتك ايه الخطه البديله؟ في بعض المصريين بعتوا لي امبارح وقالوا لي فكره حلوه قوي واحنا جاهزين الان، واللي بعتوا لي من الكويت وقالوا لي اساتذه جامعه وقالوا لي احنا مستعدين، احنا هنا 400,000، لو قلنا هيجي منهم 200,000 ولو ابتدينا بخمسة دولار. اذا الفكره قائمه لكن قد لا تنفذ بالشكل الكافي. السيد حمدين وهو بيتكلم عن تخفيض النفقات ووزع ارض وفدان لكل مواطن، منين الارض دي؟ بتاعت مين؟ قيمتها قد ايه؟ محسوبه في الدخل وثروه ولا لا؟ هو كل واحد هيديله فدان هيقدر يزرعه؟ طب تفتيت الكتله الزراعيه دي او الصحراويه اللي عايزينها تبقى زراعه، طب هو انا عندي ميه؟ انا الميه مش مكفيه ازرع الموجود، عندي مياه جوفيه؟ مصر بتقول ان ما عندناش مياه جوفيه. حواديت كتير قوي محتاجين نتكلم فيها مع كل مرشح، بس يطلعوا لنا البرامج. يعني نفسي يبقى قدامي برنامج نعرف نتكلم من خلاله، برنامج انتخابي عشان نقدر نناقشهم، عشان نقول لحضراتكم ان هذا الكلام قابل للتنفيذ، ان هذا كلام للاستهلاك المحلي، ده كلام سيادتك ممكن تسقف عليه في اللحظة الآنية. لفيت وانا قلت لكم تخاريف المريض ليس علي حرج. الحكومة النهاردة وافقت على فرض 5% ضريبة على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه. احنا الحكومة قبل كده رفعت الضرائب اكتر من 250,000 جنيه بيدفع 25% وبتصل النسبة ل 40%، كويس قوي. الدستور في نص فيه بيتكلم عن الضرائب التصاعدية، جات الحكومة النهاردة وقالت لك لا استنى، دي حالة استثنائية انا هعملها معاكم سنة او اتنين، يعني بحد اقصى سنتين، هياخدوا من اللي دخله اكتر من مليون 5%، ومش هياخدوها كده. قال لك ده كان في مؤتمر صحفي النهارده وزير الماليه هاني ادري وهو بيقول، ده مصطفى عبد القادر رئيس مصلحه الضرائب قال على هامش المؤتمر ان دي مش اول مره يتفرض ضريبه استثنائيه على اصحاب الدخول المرتفعه في مصر، وان اتفرضت قبل بعد حرب 67، وقالوا
مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. طيب أشرح لكم بالراحة، أنا دخلي 1,000,000 جنيه في السنة، المليون هياخدوا منهم الأول 25%، يعني 250,000 جنيه، وياخدوا كمان 5%. على فكرة ما بتتخدش ال 250,000 بالمعنى ده، لأن بتشال منها جزء من المصاريف والنفقات، بس أنا هفترض إن الحد الأقصى المليون خدوا عليه 250,000 جنيه، وخدوا كمان 50,000 جنيه، يبقى 300,000 جنيه، وماله؟ ولو 2,000,000 واتاخد منهم 600,000 جنيه، وماله؟ إذا كنت بتتكلم في مجتمع بتقول إن الحد الأدنى للأجور 1,200 جنيه وما أنتش عارف تعمله، وإذا كان دخلي 1,000,000 جنيه فأنا لازم أتحمل، إيه المانع إن أتحمل سنة واتنين؟ ده أنا بشد على يد الحكومة وبقول لها أنا معاكي بس بشرط، هنفضل فيه شرط، إن أشوف انعكاسات ده على الحياة، أشوف ده في المستشفيات، أشوف ده في المدارس، أشوف ده في الطرق، أشوف ده في الأمن، أشوف ده في الفقراء، إن دخلهم اتحسن، إن حياتهم بقت أحسن، إن موفر لهم السلع بسعر كويس. هذا القرار موافق عليه وأكتر يا باشمهندس إبراهيم محلك، وأدعو إليه وبدعمك، 5% 5% وسنة واتنين لحد ما مصر تقف، واللي يقول أي واللي يقول لأ، وأنا بشتغل علشان تاخد بلدنا يا أخي، بلدنا في أزمة، إخواتنا في أزمة، أهالينا مش عارفين يعيشوا، انا عايش ب 600-700,000 جنيه يا عز، حلوين، كان عندك شويه ترفيات وعندك التزامات واولادك في مدارس غاليه، استحمل نعديها، ما هو في ناس هتموت، انت هتفقد بعض الطرف. انا ما ببصش للي بياخد راتب كبير طالما بيشتغل ياخد راتب كبير، هيقول لي انا بشتغل في قطاع خاص ما باخدش حاجه من الحكومه وماله، ما احنا بنشتغل في قطاع خاص، بس ربنا فتحها عليك يا اخي، افتكر ايام ما كانت مزنقه عليك، كانت صعبة برضو، كانت الحياة قاسية، فتخيل اللي عايشين في حياة قاسية وقول أنا هساهم من نفسي، وبدال 5-7.5 يا باشمهندس و10 احنا موافقين، بس ورونا نتائج بسرعة، عايزين نحس انك لما تاخد من الغني البلد دي اتعدلت، علشان ترجع المشاعر طيبة زي ما هي، زي ما كانت زمان. حد فاكر؟ انا فاكر. طيب قبل ما اطلع فاصل اقول لكم عندي ايه، وبعدين عندي مزيد من الاخبار، لكن هستقبل النهارده سيده قالوا انها عوقبت لانها جميله، وعندما اختيرت او رشحت لوزاره البحث العلمي اختيرت لانها عبقريه مش لانها جميله. انا بتكلم عن المهندسه داليا السعدني، المهندسه داليا السعدني المهندسه المعماريه اللي صعدت بمصر من ترتيب بعيد جدا، وصلتنا للترتيب 25 بسبب مشروعاتها اللي قدمتها في العالم. المهندسة داليا دايما بتاخد مراكز متقدمة في التصميمات المعمارية، لديها مشروع وحملة قومية اسمها وجه مصر، هي بتتكلم كيف يكون التخطيط العام لمصر مشرق وشكله حلو، التخطيط المعماري لمصر كيف يكون جميل، هي نموذج مشرف للمصريين. واحدة ما نعرفش عنها حاجة غير لما ترشحت، دايما بيجي اسمها في خبر صغير لما تاخد جايزة عالمية باسم مصر، قالوا ترشحت وزيرة ثم زو، مفيش. النهاردة تاني اسم مصر بيترفع بره، وهي بتاخد مراكز أولى وبتتقدم بمصر مثلا من 184 للمركز 25 في التخطيط المعماري، إنسان يقدر يرفع اسم مصر ويخليه يعلو ويرتفع بسرعة جدا بجهده لأنه بيحب البلد، ومش بتشتغل بس لنفسها، لا هي كمان عندها حلم، حلم مصر، ومتبنيه حمله قوميه احنا هنتبناها معاها، وهنسمع منها، هي ضيفت النهارده، نحن نبحث دائما عن الوجوه المشرقه المتفائله التي تعطي هذا الوطن. هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي المزيد من الاخبار. الرئيس عدلي منصور وإبراهيم محلب رئيس الوزراء يفتتحان المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو التي تمتد من العباسية إلى مصر الجديدة. محلب يزور غينيا الاستوائية غدا لبحث التعاون بين البلدين.
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها في الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب. جامعة الدول العربية تعلن مشاركتها ببعثة مراقبين يصل عددهم إلى 100 مراقب لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة. وزير الخارجية نبيل فهمي يجري مباحثات مع نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية حول تطورات ملف المفاوضات والمصالحة الفلسطينية. اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في مجالات التدريب والتطوير الإداري وتبادل الخبرات. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. خبر النهاردة باكينام الشرقاوي، السيدة باكينام الشرقاوي الدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية السابق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أقامت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله. هم ليه تحفظوا على أموالها؟ لأنها محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. الست واضحة وصريحة، قالت لك إخوان مين؟ أنا ماليش دعوة بالإخوان. قالت في الدعوة التي تحمل رقم 5322275 لسنة طبعا 2014 ضد كل من رئيس الوزراء مساعد وزير العدل رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين والنائب العام أنها قالت إنها لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا إلى أي حزب أو جماعة وتحرص على استقلالها. طبعا كان واضح استقلالها، انتوا كنتوا واخدين بالكم لحد وقت قريب قوي كانت مستقله يعني، بس هم اصحاب الظنون السيئه هم اللي قالوا انها اخوان وسكتت لحد ما تحفظوا على فلوسها وكده. بس وقت الجد بقى لا، انا مش اخوان، مؤكده ان تعيينها كمساعد رئيس جمهوريه ضمن حكومه مرسي جاء بناء على تنظيم الهيكل الرئاسي ليضم امراه وقبطيا، وطالبت بايه بقى؟ برفع الحظر عن أموالها وإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على ممتلكاتها ورفع اسمها من قائمة الأسماء التي يشملها قرار التحفظ على الأموال. أنا مش هممني رأي الدكتورة باكينام، أنا هممني رأي الشباب بتوع الإخوان، يعني الشباب اللي وقود حرب الإخوان وهم شايفين ما عدا بعض المقبوض عليهم إجباريا بعد ما كانوا مستخبيين في شقق أو بيحاولوا يهربوا خارج البلاد، وهم شايفين قادتهم قاعدين منعمين في الخارج بيلهطوا اللحم الضاني والكبسة والهريس وعايشين عيشة الملوك وبيدورهم على بلاد ومأوى آخر إذا انتقلوا من بلد إلى بلد، يدوهم جنسيات يدوهم فلوس عايشين زي الفل. رأيهم إيه؟ ألا يستحق الأمر مراجعة وعودة للتفكير؟ هل يمكن أن يستمعوا إلى الدكتور أيمن نور؟ والدكتور أيمن نور دفعتي، عشرة قديمة، بدأنا العمل الإعلامي مع بعض واطمأننت عليه عندما سافر وقالوا أنه سافر من أجل إجراء جراحة، وكلمته قلت له أنت ماشي هربان من البلد إيه؟ فقال لي لأ، وتواصلنا وقال لي أنا بعمل عملية وراجع مصر. ولكن غياب الدكتور أيمن طال. الدكتور أيمن يمكن أن يكون مختلفا مع 3-7، على فكرة حقه، عمرو حمزة مختلف مع 3-7، لكنه لم يبدي انحيازا في اتجاه كان يرفضه طوال الوقت. عندما ترفض الانحياز فما تجيش تقول انا بنضم اليه، ممكن ترفض اتجاه وبيقول انا بدور على ديمقراطيه حسب وجهه نظره، اتفق او اختلف معاه، لكن في النهايه الراجل قاعد هنا حاطط رجليه في قلب البلد دي وقاعد بيحاول يدافع عن وجهه نظره، قرر ان يدافع عنها بانضمام حزبه الى حمدين صباحي. طب وماله؟ تحرك سياسي واقرار بواقع بيحاول ان الواقع ده يكون احسن، ان يكون لدينا تجربه ديمقراطيه حقيقيه نتغير بقى ونكمل. لكن الدكتور ايمن نور قاعد في بيروت،
ما عنديش مانع انه يقعد في بيروت، مش عاجباه مصر، هوا مصر مش جاي عليه، مش عاجبه النظام الحاكم في مصر. لكن ما ينفعش الدكتور ايمن النهارده يجي يقول انا بدشن كيان سياسي جديد في 3 يوليو القادم، قد يكون في 3 يوليو، وبيقول ان دي فكره مبادئ وطنيه الهدف منها الحاجه للدفاع عن مبادئ وقيم ومكتسبات ثوره يناير التي هي بحاجه لابناء هذه الثوره والشركاء فيها للدفاع عنها. في مواجهه مين يا دكتور ايمن؟ مؤكدا على اهميه تدشين كيان سياسي جديد يواجه هذا الواقع المؤلم والمؤسف. انا للمره ال20 وفي حواري مع السيد المشير السيسي قلت له الكلام ده، لست من 25 يناير، انا من 30 يونيو بالختم، مش من 25 للاسف، ما نزلتهاش، ما كنتش فيها، بالعكس صنفت فلول وموافق برضه، ما عنديش مشكله يعني. لكن انا شايف ان 25 ثوره فيها اخطاء وفيها ناس اخطاوا، في ناس استغلوها وفي ناس حلبوها وفي ناس ذبحوها، لكن كان هناك ما يستحق الخروج عليه وعمل تغيير، وطالما عمل التغيير تبقى ثوره. من الاخر، فاحنا اللي مش بتوع 25 يناير هندافع عنها لانها عملت تغيير ووصلتنا ل 30 يونيو اللي كان فيه تصحيح لمسارات كتير سيئه وخاطئه من 25 يناير لحد ما وصلنا ل 30/6 بنشترك فيه جميعا، لا نبرئ احدا. جميعنا ظلمنا مصر، كلنا اذينا مصر، وكلنا كنا بنفكر في نفسنا، وكل قوة كانت بتفكر حجم المكاسب قد ايه. لكن وصلنا لان المريض بتاعنا اللي قاوينا كلنا بيموت، فعايزين ننقذه. طب يا دكتور ايمن، انت قررت انك تقعد في بيروت، ما تبقاش معانا بحلوها بمرها، كنا ضد وكنا هنا وكنا معه واحنا هنا، ومعرضين مع الضد لاي خطر. انت بتعمل ايه بقى؟ بتكون كيان الهدف منه ايه؟ بس عشان المغرضين اللي ممكن يطلعوا ويقولوا ان الاخوان وراها، قال لك انا ما اتكلمش مع حد من الاخوان. هو حد سالك عن الاخوان؟ انت ليه يا دكتور ايمن متعجل انك تسال وتؤكد ان مفيش اخوان؟ بس عايز اطمنكم، تحالف دعم الشرعيه طلع وايد فكره الدكتور ايمن نور. هو التحالف يعرف منين يا دكتور ايمن ايه عمق الفكره بتاعتك؟ مين اللي في الفكره؟ ايه هي المبادئ الوطنيه؟ هل المبادئ الوطنية هتتغير إذا جاء السيد حمدين أو المشير السيسي؟ يعني هتربط حركة 3/7 هي خارجة، أنت عاملها 3/7 ضد 3/7 ولا تيمنا ب 3/7؟ حتما ضد 3/7، مع مين؟ عاملها لحساب مين في هذا اليوم؟ من هي التكتلات التي معك إذا كان دعم الشرعية قال إنه معاك بدون ما يعرف في إيه؟ عيني داخل معاك مغمض رغم إن أنت ما استشرتش الإخوان. المشروع ده مودي لفين في مصر يا دكتور أيمن؟ أنت من دعاة اللم والديمقراطية ورجل ليبرال، مش إخواني ولا إسلامي، أنت عارف كده كويس قوي. إحنا زمايل من زمان، أيمن نور ملوش دعوة بالاتجاه ده خالص، ولا عمره يروحه. ما تجيش لا تاريخ ولا ثقافة ولا شغل ولا علاقات ولا حياة تودي أيمن في المنطقة دي. يبقى إيه يا دكتور أيمن؟ الهدف من ده إيه؟ طب لحساب مين؟ ما هو ما ينفعش تكلمنا عن الوطن وانت قاعد في لبنان، ما احنا مش راجعين تاني لزمن المطاردات والمعارضه من الخارج يعني. ما هو اخواتك هنا بيعارضوا وعايشين زي الفل، بينزلوا شارع وبيقعدوا وبيكتبوا وبينتقدوا وبيعملوا كل حاجه وبيطلعوا في تلفزيونات اللي هم عايزينه يعني. وانت قاعد في بيروت التلفزيونات جت لعندك، كله جالك وصوروا معاك حتى سي بي سي، فما فيش حاجه ناقصه يعني، ما انتش ممنوع. فتب قاعد هناك بتعملها ليه؟ ما تيجي تعمل 3/7 من هنا، تخليك معانا يعني، نعيش مع بعض تلك المرحلة ونحاول نوصل بمصر لمكان أفضل، بس وانت معانا. أصل أنا ما بقبلش فكرة إن حد يناضل من الخارج دلوقتي، زي ما كنا بنناضل من الداخل نناضل من الداخل. مصر محتاجانا بمناضلنا بمعارضنا، فإذا كنت شايف نفسك مناضل ومعارض وتحديت مبارك ودخلت السجن والحاجات دي كلها، تعالى كمل يا دكتور. لكن ما تقوليش 3/7 وانت قاعد هناك في وقت مصر بتنتقل فيه في مرحلة مهمة جدا عايزين ننجحها. انت ايه، كرسي في الكلوب قبل ما ننور؟ طب سيبنا ننور الاول يا دكتور ايمن. النهاردة سيد المشير عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من رؤساء تحرير الصحف المصرية بمختلف توجهاتها القومية والحزبية والخاصة. طبعا اعرب عن سعادته وانبساطه بلقائهم، وقال ان الصحافه بتقوم بدور كبير في خدمه المجتمع والتعبير عن قضاياه المختلفه، يمكنها ان تساهم بدور كبير في تحقيق نقله نوعيه على مستوى الوعي الاجتماعي المطلوب تنميته خلال المرحله القادمه.
بيّن المشير السيسي أن المجتمع المصري غير مستريح لفكرة الإسلام السياسي اللي قدمتها الجماعات التي حكمت مصر في الفترة الماضية انطلاقا من فكرة قلقه على حاضره ومستقبله، وقال أن المشهد في مصر خلال المرحلة الراهنة مرتبك ومضطرب تماما، وأي مسؤول سيتخذ قرارا سيكون به قدر من الارتباك، بما يدعو إلى ضرورة خلق حالة من الوعي المجتمعي لطمأنة الناس من القادم في المستقبل. قال المشير، وده أنا شايفه من أهم ما قيل، عندما يقول الشعب لي ارحل سأنفذ فورا، فأنا مستدعى من المصريين، والوطن الآن في خطر ويحتاج من جميع المصريين أن يتحملوا المسؤولية معنا، المهمة كبيرة جدا وتحتاجنا جميعا. طيب، المشير السيسي بيوجه دعوات لفئات مختلفة من المجتمع بيلتقي بيها، معلومات انه هي من مؤتمرات خارجية، بس هو حتى الآن لظروف أمنية بيحدد وبيدعو، في ناس بتروح وناس ما بتروحش. البعض بيقول لك كنتوا بتروحوا للمشير السيسي ليه؟ والله احنا بنروح للمشير السيسي عشان وجه لنا دعوة، يعني قال لنا تعالوا اقعدوا معانا اشربوا قهوة. طب لو الأستاذ حمدين صباحي وجه لنا دعوة هنروح فورا، أنا واحد من الناس هروح فورا، أنا إعلامي، أي مرشح رئاسي هيوجه لي دعوة أنا هروح ولازم أسمعه وأناقشه وأقوله اللي أنا عايزه عشان أكون رؤية، علشان لما أجي أتكلم حضراتكم هنا أحكي لكم ماذا دار في لقاء المشير السيسي اليوم مع السادة رؤساء التحرير، معي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. مساء الخير أستاذ عماد. مساء الخير أستاذ خير، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. أستاذ عماد، ممكن تقول لنا أهم ملامح اللقاء اليوم؟ يعني أنت لو بترصد في أجندتك وأنت قاعد بتكتب، أنا عارف إن في ناس كانت قاعدة ترسم، وأنت قاعد بتكتب ايه الجمل اللي كتبتها انطباعيا، وايه الجمل اللي حرصت انك لازم تنقلها لقراء جريدتك؟ نعم، انا كتبت 29 صفحه من الحجم الصغير، لان كنت اتعامل ان انا صحفي بغطي للجدران النهارده، لكن استوقفني مجموعه من العناوين الرئيسيه. مفيش مافيا هتعمل معايا، ردا على سؤال حول باطره الفساد وبعض رموز حزب الوطن. سنتدخل في أي مكان حيثما هناك تهديد لأمن مصر حتى في خارج حدودنا، ردا على سؤال بشأن دور القوى التي تم تشكيلها. نعم. الفقر، مواجهة الفقر أولا، ردا على سؤال حول الديمقراطية والجدل بشأن الديمقراطية، خوف على الديمقراطية. أنا أنحاز إلى الفقراء قلبا وقالبا، وأي نوع من العدالة الاجتماعية لن يكون ضدهم، ردا على أسئلة خاصة بالدعم وخصوصا ترشيد دعم الطاقة. بناء الدولة وأن تقف على قدميها أهم يعني شيء علينا أن نحافظ عليه الآن، ردا على الذين يتحدثون عن بعض ما أشياء خاصة بالديمقراطية والتعددية. هذه هي العناوين الرئيسية، لكن العنوان الأبرز كان أن هذا الرجل يؤكد ويصر في كل مرة أنه منحاز انحيازا واضحا لا لفت فيه إلى الفقراء والمعوزين وإلى إعادة بناء الدولة وأن تقف على قدميها مرة أخرى. نعم. كان اللقاء، هل البعض بيشير إلى أن هناك ملمح للي بيقعدوا مع المشير السيسي أنه عصبي، هل أنت لاحظت هذا الملمح ولا ده أداء؟ كان باسما طوال الوقت ويتحدث بأريحية ويخطب البعض بأسمائهم ممن يعرفهم قبل ذلك، لكنه كان حاد القسمات عندما يتعلق الأمر بتقرير موقف أو إرسال رسالة، عندما تحدث عن المافيا والفساد والفقر كان حادا وواضحا، لكنه لما فيما عدا ذلك كان رجل باسما وواضحا وهادئا جدا وأفكاره مرتبة. أستاذ عماد، لو السيد حمدين صباحي وجه لك دعوة للقاء مع رؤساء التحرير هتروح ولا لا؟ حتى لو لم يوجه لي الدعوة سأذهب إليه لأنه صديق عزيز واعتباري صحفي. تمام، بشكرك جدا أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. بمناسبة السيد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية، النهاردة كان عنده مؤتمر في الأليوبية وتعهد فيه أمام الله والحاضرين، بقال أتعهد أمام الله بإن ما يبات جعان ولا متهان لو ربنا أكرمني بمدده وأصواتكم بالوصول لكرسي الرئاسة، لأننا نحن نستحق الحرية وبيوتنا تكون مسطورة وميسورة. وأشار، احنا داخلين الانتخابات في مهمة مستحيلة، هدفنا نوصل بالثورة للحكم بإرادة المصريين اللي ما يعرفوش المستحيل، وبنقول يا رب يا رب، رغم صعوبة المعركة ومعركة الأساسية مع الفقر، وسأهزمه بإذن الله. وقال
برنامجي هو تحقيق العدالة الاجتماعية بالتنمية الشاملة ونظام ديمقراطي يحمي الاستقلال الوطني. وقال إن البرنامج هدفه بالنسبة للفلاح تمكين الفلاح المصري وزرعته تكفيه. يا سلام، تكفيه وتفيد إن شاء الله. الآن في نبأ بيقول إن في حريق في مبنى مسبيرو بالدور العاشر. الدور العاشر دور الوزير، في الدور التاسع العاشر دي الكافيتيريا في مبنى مسبيرو، والإطفاء بتحاول توصل له. احنا هنحاول نتابع مع حضراتكم الأخبار ونطمئن على زملائنا في هذا المبنى العريق. طيب، وزير التنمية المحلية بيقول إن هناك 593 منفذا بجميع مكاتب الشهر العقاري والأحياء لتلقي رغبات الوافدين في الانتخابات الرئاسية. اللواء عادل لبيب قال إن المنافذ دي موجودة مجانا، مجرد إنك تقدم بطاقة الرقم القومي. لم نكن سعداء بالخطوات التعقيدية التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات في هذه الجزئية الخاصة بلجان الوافدين، كنا نريد التيسير على الناس لأننا نتمنى مشاركة جيدة، مش عايزين مواطن يكسل ويحس إنك بتعقد له الدنيا أو بتصعب عليه. حركة 6 إبريل للديمقراطية قالت لأعضائها بعد التصويت: انتخبوا قاطعوا أو انتخبوا صباحي. وقال لك إن في التصويت مفيش ولا صوت كان للمشير عبد الفتاح السيسي، ده في الاستفتاء الداخلي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أنه سيتم تدشين حملة بعنوان ضدك لمعارضة عودة ما وصف بالدولة العسكرية البوليسية أو عودة الدولة الدينية في مطالب متمثلة في مطالب مناصري الإخوان بعودة محمد مرسي للسلطة. على الانتخابات أيضا، وزارة الخارجية بتقول الاستعدادات دخلت المرحلة الحاسمة والأخيرة في 141 دائرة انتخابية تم دمجها. على لسان السيد بدر عبد العاطي، السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وقال تم الانتهاء من أجهزة القارئ اللي وصلت للسفارات والبعثات ذات الكثافة. وقال ان تم قرار الغاء في بعض الدول زي ليبيا وافريقيا الوسطى والصومال وسوريا بسبب الاوضاع الامنيه. احنا عارفين ان سفارتنا في ليبيا اغلقت منذ حادث خطف دبلوماسيين. وقال ان تم تنظيم دوره تدريبيه للدبلوماسيين الذين سيتم الحاقهم باللجان ذات الكثافه، ومتوقع زياده كثافه الناخبين بها. طيب، قال لك ان من حق اي واحد موجود في الخارج ان يتوجه لمقر اي لجنه بالقرب منه والتصويت طالما اسمه مدرج في قوائم الناخبين ومعاه بطاقه الرقم القومي او جواز السفر المميكن. طيب، خلونا نطلع فاصل تاني قبل ما استقبل ضيفتي العزيزه داليا السعداني. بحاول اقلل لها الفواصل عشان ما يبقاش عندها فواصل كتير، فهطلع فاصل. لسه عندي قليل من الاخبار هاخدها بسرعه. نشوف حكايه هل مصر تعاقدت على شراء الغاز من اسرائيل؟ يا مصيبتي، يعني معقول احنا كنا بنشتري بندي الغاز لاسرائيل ومختلفين على السعر هنستورد من اسرائيل، ولا الحدوته كلها ضرب؟ بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. على ذمة صحيفة كالكاليست الاسرائيلية ان الشركات المالكة لحقل تمار ستبيع خمس الانتاج من الغاز لمصر، وان اتفاقية التفاهم اللي تم التوقيع عليها تنص على الوصول الى اتفاقية رسمية خلال ستة اشهر مقبلة، وتقضي ان حقل تمار من الممكن ان يوفر سنويا لمصر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما مقبلا. وقالت ان الغاز سيتم نقله بواسطة انبوب طوله 300 كيلو متر. الكلام بيتكلم عن شركة اسبانية موجودة في دمياط، وقالوا ان الشركة الاسبانية هي اللي بتتعاقد. مصادر حكومية نفت هذه الانباء، نفتها بشدة، وفي مصادر نفتها نص ونص. احنا منتظرين ان يكون معانا مداخلة من مجلس الوزراء، لكن انا معايا الاستاذ الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول اللي
رفع تقرير يحمل أسئلة إلى السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية حول هذا الأمر. مساء الخير دكتور رمضان. مساء النور يا أستاذ خير. أهلا بحضرتك دكتور رمضان. أنت أرسلت تقريرا إلى الرئيس عدلي منصور، هل يمكن أن نفهم ماذا جاء في هذا التقرير ولماذا اخترت أن ترسله إلى الرئيس مباشرة؟ هو الحقيقة قبل ما أتكلم عن التقرير يا أستاذ خيري، اسمح لي أقول لك أو أناقش معاك القرار. اتفضل. القرار اللي أخذته الحكومة فيما يتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل، سواء الحكومة أكدت أو نفت هذا الخبر، فالحقيقة الموضوع كله له تداعيات كثيرة. أولا نعم. إن الغاز الإسرائيلي سواء استوردته مصر أم لم تستورده هو غاز يتم إنتاجه من حقول يجب أن تخضع للسيادة المصرية. نعم. وإنه مش مسألة حقل تمار، لا، دي مجموعة حقول تصل قيمتها لحوالي 220 تريليون قدم مكعب، والحقول دي بتقع في منطقة بين مصر وأبرس. نعم. أوكي؟ الحقيقة مصر وقعت اتفاقية مع أبرس في 2003 وفرطت فيها مصر في حقوق بحرية. أوكي؟ لكن للأسف كون مصر وقعت الاتفاقية دي وفرطت في حقوقها، إسرائيل استغلت المساحات اللي فرطت فيها مصر بعد توقيعها الاتفاقية مع أبرس وبتنتج منها من حقل تمار. في هذا السياق بقى أرسلت مذكرة للسيد رئيس الجمهورية في 28/4 وذكرت فيها لسيادته أن الاتفاقية اللي قام سيادته بتوقيعها مع الجانب القبرصي في 12/12/2013 بخصوص تبادل المعلومات حول خط المنتصف مع قبرص تم إخفاء معلومات هامة جدا عنه. نعم. ولو تم عرضها كان بالتأكيد، أنا أعرف وطنية هذا الرجل، كان سيرفض التوقيع عليها. ليه بقى يا أستاذ خيري؟ ليه يا دكتور؟ لأنه تم عقد اجتماع في وزارة البترول دعا له المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بخصوص حقوق مصر في أكبر حقل غاز تم اكتشافه في شرق البحر الأبيض المتوسط واللي منه حقل تمار، ودعا معظم المتخصصين في مصر. ده كان في 12/11/2012، لكن طلبت في هذا الاجتماع بالذات عقد اجتماع آخر لكي أعرض الوثائق والمستندات التي تثبت أحقية مصر في هذا الاكتشاف الكبير، وطلبت ألا يحضر الاجتماع إلا الجهات التنفيذية حرصا على سرية تلك الوثائق. وبالفعل في 28/4/2013 حضر ممثلي وزارة الخارجية والبترول والقوات المسلحة وجميع الجهات. ده 2013 في شهر 4. أيوه. وممثلي اللجنة العليا بس ده قبل المستشار عدلي منصور. أيوه. لا، ما هو مفروض المعلومات، لأن وزير البترول الحالي حضر هذا الاجتماع اللي تم عرض الوثائق فيه. نعم. وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق هو اللي دعا للاجتماع ده. وبعد ما عرضت الوثائق والمستندات التي تثبت أحقية مصر وكان فيها خبراء من الجهات السيادية. نعم. ولم يعترض أحد عليها، وتم الاتفاق أنه في اجتماع آخر بعد أسبوعين يحضره الدكتور فاروق الباز كمرجعية علمية إضافية. وافقت، ولكن للأسف الشديد تم تغيير وزير البترول، وده في رأيي كان أحد أسباب تغيير الوزير أسامة كمال، لأنه كان هناك اتجاه آخر في هذا الوقت يعني أن تكون هناك علاقات طيبة مع إسرائيل في هذا الوقت. طيب، لما تعرض الأمر وحضرتك بعت للسيد المستشار عدلي منصور وقلت له أنه في أكيد المعلومات غايبة عن حضرتك وأن هناك جزء من المعلومات لو علمتها ما وقعت على هذه الاتفاقية مع قبرص، كان الرد إيه؟
الحقيقة رد علي المسؤولين في مكتبه وقالوا لي يعني احنا عايزين كمان مزيد من التفاصيل. قلت لهم لا، دي مسألة أمن قومي ولا يجوز ان انا اتبادل بمذكرات وثائق بهذا الخصوص، واذا كان هو عايز يعرف المزيد انا تحت امره، لكن لا يتم تداول تلك الوثائق عن طريق المراسلات والايميلات وشيء من هذا القبيل. طيب دكتور، هل تم التواصل بينك وبين وزير البترول الحالي، بين السيد رئيس الوزراء، يعني خطوة وسيطة قبل رئيس الجمهورية او بعد رئيس الجمهورية، هل تم اي نوع من التواصل؟ والله يا استاذ خيري، انا الملف ده من اكتر من 10 سنين وانا معايا، وتعودت انه يعني انا عارف السادة التنفيذيين بيتعاملوا ازاي بهذا الخصوص. يعني انا عانيت من نظامين سابقين وارجو الا اعاني من النظام الحالي. يعني انا اذا كان بقول لحضرتك الوزير الحالي حضر الاجتماع اللي عرضت فيه الوثائق، ثم افاجئ ان هو بيعد اتفاقيه ويخلي رئيس الجمهوريه يمضي اتفاقيه مع أبرس يعني ممكن تهدر فيها حقوق مصر وثروات تصل، اللي بيكلمك يا استاذ خيري حاصل على جائزه الدوله مش اي حد، لان الخبر انتشروا دلوقتي في كل مكان. فيعني انا حاصل على جائزه الدوله عن ابحاث تمت في المنطقه اللي بيتم منها انتاج تلك الحقول، يعني مش اي حد. طيب دكتور رمضان، حضرتك تؤكد لي او تنفي لي ان هناك بالفعل اتفاقية وقعت وان مصر هتستورد بما قيمته 20 مليار دولار غاز من اسرائيل عبر شركة اسبانية في مصر؟ انا الشواهد انا ما فيش تحت ايدي مستند. نعم. ولكن الشواهد بتقول الكلام ده. ليه يا استاذ خيري؟ نعم. لانه الشركات العالمية الكبرى واكبر شركات لها راس مال كبير جدا هي شركات البترول العالميه، بنتكلم في تريليونات من الدولارات. نعم. فالمصالح الاقتصاديه بتغطي على اي شيء، وبالتالي انا بس مش عايز اقول اسم الشركه الاسبانيه اللي موجوده عندنا في مصر اللي كانت بتشتري 1,000,000 وحده ب 75 سنت، انا مش عايز اقول اسمها. انما ده هي غير يونيون فينوسا دي؟ ايوه بالظبط كده. تمام. بالظبط. انا اعتقد ان ده مش عايز برضو نظريه المؤامره، لا هي مؤامره يا استاذ خير. كون انه الشركات دي تدينا الغاز وانا اعتقد انه هتديهولنا بسعر رخيص جدا لكي يكون ذلك اعتراف ضمني من مصر على حقيقة اسرائيل في هذه الحقول. طيب عندنا وثائق بتثبت احقيتنا فيها. طيب دكتور دكتور رمضان، انا حاسس ان حضرتك تخليك معايا لانك موديني في حته تانية مهمه، بس معايا كمان السيد السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سياده السفير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، انا اسف اني سبت حضرتك طول الوقت ده على التليفون، بس كنت حريص ان حضرتك تسمعنا. سياده السفير، هل معلومة أن مصر تعاقدت على شراء حصص من الغاز من إسرائيل عبر وسيط أسباني، هل هذه المعلومة فيها أي شيء من الصحة؟ يعني تقديري أني ليس لها أي أساس من الصحة، وقد صدر اليوم بيان رسمي من مجلس الوزراء ينفي ما ذكرته الصحف والمواقع الإخبارية حول اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو وجود اتفاقيات مع شركات مصرية لاستيراد ذلك الغاز، وبخاصة أنه لا يمكن لأي من تلك الشركات سواء كانت محلية أو أجنبية أن تتعاقد على استيراد غاز لمصر وتوريده إلا بعد موافقة الحكومة المصرية. ويعني أنا استمعت للمداخلة لضيف سيادتك الكريم، وأدعو سيادته إذا ما كان هناك في مستندات أو معلومات يود أن يطرحها على السيد رئيس الوزراء، فيسعدنا أن نستقبل سيادته ويتم دراسة الموضوع. هذا موضوع يهمنا جميعا، هذه مصلحة مصر، ويسعدنا دائما أن نتعاون مع أي من الشخصيات الوطنية إذا ما كان هناك معلومات مستندات، هذا يسعدنا تماما ويشرفنا أن يعني نتعاون. دكتور رمضان، حضرتك سمع عرض السيد السفير حسام القويش؟ سمع، وأنا طلبت مكتب رئيس الوزراء أكثر من 15 مرة الحقيقة، بيرد كده واحد عامل التليفونات وبيسيبك ساعة على التليفون. أرجو أن تلتمس العذر، أنت متخيل إحنا في حالة في مصر خيري. كل الشعب بيتصل. احتملنا نظامين،
مصر لن تحتمل. ما هي مصر مش هتحتمل برضو بالتليفون يا دكتور، انت عارف اللي بيحصل دلوقتي، احنا صغيرين وبيجي لنا 200,000 تليفون ما بتعرفش تفرز. فحد بقيمتك السيد السفير بيوجه لحضرتك الدعوة بالتكرم بالذهاب الى مجلس الوزراء، هل يمكن ان تلبي هذه الدعوة من اجل مصر؟ طبعا طبعا اكيد. طيب سيد السفير، متى يمكن للسيد الدكتور رمضان ابو العلا انه يجي لحضرتك المكتب علشان يعرض على السيد رئيس الوزراء ما لديه من معلومات، لان لا علاقه بالامن القومي يعني؟ كل تاكيد نحن يعني غدا صباحا فجرا نغادر الى غينيا الاستوائيه ونعود مساء السبت، ويوم الحد يشرفني ان استقبل ضيفك الكريم في اي توقيت نحن في مجلس الوزراء من يوم الحد. طيب كده تمام دكتور رمضان؟ والله انا ما عنديش اي مانع، يوم الاحد الساعه 11 هكون عند مجلس الوزراء ويسعدني، وهتابع معاك يا استاذ خالد باذن الله يا دكتور رمضان، ونتمنى ان كل شيء فيه لصالح مصر. سياده السفير عندي بس سؤالين عايز اسالهم لحضرتك بره هذا الاطار. اتفضل. بخصوص النهارده، لماذا قرر مجلس الوزراء العوده الى التوقيت الصيفي مره اخرى بدءا من 15 مايو؟ يعني كان هناك عرض من السيد وزير البترول ووزير الكهرباء، وكان الاتفاق ان هناك جدوى اقتصادية واضحة من تطبيق التوقيت الصيفي، وبناء عليه اتخذ القرار بتطبيقه يوم الخميس المقبل 15 مايو، على ان تستثنى شهر رمضان المبارك من تطبيق ذلك التوقيت. ويعني توفير البترول ترشيد الكهرباء كانت هي المحاور اللي ادت اتخاذ قرار سريع في هذا الموضوع. نعم. طيب الجزء الثاني، القرار الخاص موافقه الحكومه على ضريبه 5% على من يزيد دخله عن 1,000,000 جنيه. نعم، هي دائما ما يذكر في مجلس الوزراء انه العداله الاجتماعيه هي ركن اساسي في اتخاذ القرارات، وياتي الموافقه على ذلك القرار اعمالا لمبدا العداله الاجتماعيه من فرض ضريبه اضافيه مؤقته بنسبه 5% على الدخول التي تزيد عن 1,000,000 جنيه سنويا، سواء كانت تلك شركات ام افراد. ومن المقرر ان تكون حصيله ذلك الضريبه موجهه الى تنفيذ مشروعات في محافظات ومدن ومراكز مختلفه بالجمهوريه، و مناطق هي الأشد احتياجا ومحرومة من الخدمات الأساسية. هل ده بيكون ملزم؟ لا يوجد فيه أي عوار دستوري، أن الدستور بينص على ضريبة تصاعدية على الدخل، أن تصدر الحكومة قرارا بضريبة خاصة لمدة سنة أو سنتين، ده لا يوجد فيه أي مشكلة دستورية؟ لا أعتقد أنه هناك مشكلة دستورية، حيث يشارك في مجلس الوزراء السيد وزير العدل، كان موجودا ومستمعا ولم يكن هناك أي اعتراض على القانون، وبناء عليه لا ارى ان هناك عوار قانوني في تطبيق تلك الضريبه بصفه مؤقته، على يعني طبقا للضوابط التي اشير فيها قبل. طيب منذ قليل نشرت بعض المواقع، يعني مفترض انها موثوق بها، تتحدث عن ان اسعار البنزين من شهر يناير المقبل، هل هناك، مش عايز ابقى بروج كلام بدون التاكد، هل هناك اي نيه لزياده اسعار بنزين في مدى قريب؟ يعني لم يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحث او دراسه اي جانب يتعلق بزياده اسعار البترول او الكهرباء. البترول او الكهرباء. ليس هناك اي قرار يتعلق بزياده لا تتعلق بالكهرباء ولا تتعلق بالبنزين، لم يتم عرض مثل هذا القرار ولم يتخذ فيه اي قرار. نتمنى ان انتوا ترجعوا لنا ان شاء الله من غينيا الاستوائيه بقرار عوده مصر الى الاتحاد الافريقي. بشكرك جدا السيد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. خلوني اختم بصوره اليوم، عندي حاجات كتير بس الوقت ضيق، وعايز استقبل ضيفتي العزيزه. صوره النهارده الرئيس عدلي منصور وهو بيسوق عربه مترو الانفاق، الجزء الثاني من الخط الثالث لمترو الانفاق النهارده اتفتح، وده بيوصل لحد مصر الجديده. فين الصوره يا جماعه؟ السيد عدلي منصور اهو. لا يعني صوره حلوه دي، بادئ من العباسيه وحتى محطه الاهرام بمصر الجديده، دي المرحله الثانيه. باذن الله يكتمل الجزء الثاني اللي هياخدنا من العتبه ويوصل لاكتوبر ويربط البلد. المترو هو مؤشر على انضباط مصر، إذا انضبط المترو، إذا انضبط تحت الأرض انضبط ما فوق الأرض، وفوق الأرض محتاج ضبط جامد قوي. ادعوا لنا.
هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيفتي العزيزة داليا السعدني، الوجه المشرف التي تحلم بوجه أجمل لمصر. نلتقي بعد الفاصل. داليا السعدني مهندسة معمارية، بعمل حاجات كتير جدا من ضمنها المقاولات. انتظرونا بعد الفاصل في برنامج ممكن، هثبت لكم ان الست المصرية ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا. الوزيرة الصغيرة الجميلة، بهذا اللقب اشتهرت بين الكثيرين، لكن رغم عدم حصولها على منصب وزير البحث العلمي في وزارة الببلاوي، إلا أنها حفرت في أذهان الكثيرين أن العبقرية لا تتنافى مع جمال الشكل. إنها المهندسة داليا السعدني التي استطاعت أن تحصد 7 جوائز عالمية من مسابقة ديزاين ووردز لعام 2014 و3 جوائز أخرى عن العام الماضي، لتصعد إلى المرتبة 12 على 100 مصمم حول العالم في مجالي العمارة والتصميم، ولتقفز بترتيب مصر ليصعد من المرتبة 182 إلى المرتبة 25. تخرجت داليا السعدني في كلية الهندسة جامعة الأسكندرية، وبعدها استكملت دراستها في إيطاليا، فعادت إلى مصر لتقتحم حقلا ذكوريا من الدرجة الأولى وهو مجال المقاولات، وعملت فيه لمدة 10 سنوات لتصبح أول امرأة مسجلة رسمياً بمهنة التشييد والبناء في الشرق الأوسط، وذلك قبل أن تتجه إلى أعمال التصميم الداخلي وتصميم الأثاث. الإغراق في المحلية يصل بك حتماً إلى العالمية، هذا هو سر تميز أعمال داليا السعدني، فهي تغازل التراث المصري دائماً، حيث جاءت جائزتها الأولى العام الماضي عن ترابيزة وبور الجاز، وجائزتها البلاتينية هذا العام عن عين رع، والجائزة الذهبية التي نالتها عن مشروع تطوير وتغيير شكل ميدان التحرير ليتناسب مع قيمته التراثية ورمزيته الحالية. لم تكتفي داليا السعدني بما حققته لنفسها ولمصر، ولكنها أخذت على عاتقها النهوض بالمرأة من جانب وبالشباب المصري من جانب آخر، فأنشأت جمعية المبدعات المصريات التي جمعت كل المهندسات والطالبات العاملات في مجال العمارة والفنون ليعملوا سويا لتمثيل مصر في المعارض الخارجية. وعلى صعيد أقوى تأثيراً، تجوب داليا السعدني الجامعات في المحافظات المصرية في حملة مستقبلي شباب مصر لدعم الشباب بسلسلة من المحاضرات والمسابقات لتنير لهم الطريق ولتفتح العقول وتجنبهم عقبات تعرضت لها. تعتزم من خلال هذه الحملة إلى توفير فرص للتدريب العملي سواء بالتصميم أو التنفيذ، وذلك لصقل خبراتهم. تدعو دائماً داليا السعدني المبدعين الكبار في عملهم إلى العودة لمساعدة الشباب، لأنه بمثابة واجب للنهوض بمصر ولنضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. داليا السعدني من عالم المقاولات إلى عالم الإيه؟ الى العالميه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حي، ازيك؟ ميرسي، ربنا يخليك. ايه ده كله يعني الرحله دي كده، رغم انك صغيره السن لكن انت عامله رحله. ما انا بشتغل 16 17 ساعه في اليوم، فاكيد ممكن اعمل حاجات كتير. عملتي حجم انجاز. ده كان هدفي. ممكن تكلميني عنك شويه؟ يعني ممكن تكلميني عن هذا العالم اللي دخلتي بيه وازاي اتنقل من اطار محلي الى اطار عالمي؟ بص، انا بشتغل في حاجه انا بحبها جدا، يعني انا هوايتي اللي انا بعمله ده. يمكن وانا صغيره ما كنتش محدده قوي انا عايزه اعمل ايه، فبحب اقول كده برضو علشان الشباب يعرفوا انه مش بالضروره يبقى هو عارف هو عايز يعمل ايه من الاول، هتيجي مع الوقت. يعني ما فيش مشكله اذا قلت انا مش فاهم انا رايح فين ولا عايز ايه ومش عارف انا هوصل لايه. عشان كده من ضمن المبادره اللي انتوا اتكلمتوا عليها من شويه ان انا ببقى بطالب انه يكون في الجامعات توضيح
الجامعه دي بتدرس ايه وهتشتغل ايه. لا ويعني طب خليلي المبادره دي هنقعد نفعص فيها براحتنا، بس خليني فيك الاول، يعني عايز اعرف انت اتكونت ازاي، المكونات بتاعتك اللي خليتك مهندسه، عشت بره في الخليج شويه، رجعت مصر، حاولت تصنعي نفسك، اشتغلت في مجال المقاولات، وبعدين فجاه بتشتغل في معمار خاص، بقى عندك حلم، دخلت في مسابقات في الخارج فبقيت عالميه، ومش بتتقدمي لوحدك، انت واخده مصر معاكي، ده شيء كويس. ازاي اتعمل ده؟ ما انا بقول لك عشان انا بحب اللي انا بعمله، فانا قعدت فتره بشتغل في مكاتب وشركات باخد خبره، وطبعا زي طموح اي مهندس معماري نفسه يبقى له شغله اللي باسمه، فبدات اشتغل، وكان دايما طموحي ان انا شايفه ان احنا عندنا ناس عندهم خبرات كتيره جدا وعندهم مواهب كتيره جدا، وللاسف مش محسوس بيهم قوي او مش معروفين قوي، وانه الشطاره مش بس ان انا اكون شاطر في مجالي، لا ان انا اعرف اعرف الناس ان انا شاطر في مجالي. يعني ده جزء من الذكاء، النجاح انك انت تكون عندك ذكاء. في ناس موهوبين في مجالات كتيره وما حدش يسمع عنهم حاجه. تسويق النجاح طبعا مهم جدا، ما هو انت هتلاقي في كل مجال، في مجال الاعلام وفي كل المجالات هتلاقي في ناس شطار وبينجزوا انجازات وبيدخلوا مسابقات وبيكسبوا كل حاجه، بس ما حدش يعرف عنهم حاجه. فهو جزء من النجاح ان انت تكون عندك ذكاء ازاي تسوق، وتسوق بمنتج كويس، مش مثلا تسوق وما يكونش عندك، ما تبقاش الوهمي يعني يكون عندك يعني حاجه بجد، انا مثلا كذا وكذا، لا يكون عندك انت وصلت لمرحله من القدره انك انت تقدر تسوق منتجك كويس. هي الفكره انه دايما بقول ان المصممين في جميع المجالات، جميع انواع التصميم، مش قصدي التصميم المعماري، نعم، كل حاجه في حياتنا فيها تصميم، البدله اللي حضرتك لابسها، المج اللي حضرتك مسكته، الساعه، النضاره، العربيه، الشارع، دي كلها تصميم، اللوجو بتاع حضرتك ده تصميم. فانا دايما بقول انه لو حضرتك شاطر في التصميم وعايز الناس تعرفك، يبقى لازم تسوق ده، لازم تعرف الناس ده. فده اللي انا اشتغلت عليه. ازاي برضو يعني لو حد قدامنا دلوقتي بيسمع حضرتك وشايف مهندسه ناجحه بتقول له انا ناجحه بس في زي ناجحين كتير، بس الفرق بينه وبينهم ان عرفت اسوق نجاحي، ازاي؟ هقول لحضرتك مبدئيا، اولا لازم تشوف تنتهز الفرص المظبوطه في الوقت المظبوط. يعني انا ممكن اكون دخلت مسابقات عالميه وتم تكريمي بره، بس طبعا ده ما يعني ملوش اي علاقه باحساسي ان انا نجحت اول ما بيتعرف في مصر. عارف احساس ان انا مثلا لما السفير المصري كرمني في مصر حسيت ان بابا موجود وانا عملت حاجه كويسه، بوري له بقى انا عملت ايه. السفير المصري في مصر؟ السفير المصري في ايطاليا. في ايطاليا لما جالي ايطاليا وقابلته، فده الاحساس. انما هقول لحضرتك ايه السبل اللي ممكن يعني تعرف الناس. اولا انه تعمل احتكاك كتير بالحاجات الدوليه، دي مهمه جدا، سواء في مسابقات، سواء في مقالات، سواء انك تنشر في ويب سايتس بره مصر، ده برضو حاجة مهمة، انك انت تحاول توصل للإعلام بصورة متحضرة مش بصورة مبتذلة. انك انت تعمل شغلك ايا كان بقى، انا مش قصدي الإعلام اللي هو الجرايد والتلفزيونات، لكن ممكن الفيسبوك ده دلوقتي المصريين كلهم ما بيعملوش حاجة غير طول النهار على الفيسبوك. فانك انت تعرف الناس انك تعمل ايه، اعمل بيج على الفيسبوك، ابتدي وري موهبتك، يعني انك انت تنتهز اي فرصة واي مجال، وتبقى الناس عينيها مفتحه كده طول ما احنا ماشيين بنقابل ناس وبنعرف ناس. بكلمش على الواسطه او الكوسه، لا، المعرفه مش غلط، انك تعرف الناس المظبوطين اللي ممكن يدعموك في مجالك، دي مش حاجه غلط، اللي هي فكره العلاقات هنا، العلاقات العامه اللي بيتقال عليها اي شركه. هقول لحضرتك على حاجه، مرسيدس مثلا والشركات الكبرى هتلاقي عندهم في ميزانيه مهوله جدا للاعلانات. هل هم محتاجين؟ ما هم معروفين، لكن ليه بيصروا؟ عشان التواجد، عشان الناس تعرفوا، مش يعرفوا ايه الجديد. فحتى لو احنا مش قادرين ان احنا نعمل اعلانات وننزل في مجلات، او يعني ان احنا نخش الاعلام بطريقه ما، فيسبوك موجود وفري وفي ويب سايتس كتير، بدون ما تكلف نفسك هتعرف توصل، هتعرف بمنتهى السهوله انك توصل فكرتك والناس تعرف عنك، وتبتدي توسع دايره معارفك، دي مهمه جدا. الناس اللي عايزه تنجح يا ريت يركزوا على الثقافه، مش كل حاجه التعليم. احنا كلنا بنتخرج من الجامعه بنعرف كم معين من المعلومات اللي مفترض ان احنا نعرفها، يفضل ان انا اثقف نفسي في مجالات اخرى،
ان انا ابقى عارفة معلومات عامة، ان انا ابقى مدركة ايه اللي بيحصل في بلدي، ان انا اعرف تاريخ. دايما بقول اعرفوا تاريخ، مفيش حد بيخترع اي حاجة في الدنيا الا هتلاقيها مكررة في التاريخ على مر العصور، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. قبل ما ادخل معاكي شوية، واحنا قبل ما نبتدي هوا، مش عارف ده مسموح لي ولا لا في الدردشة، قلت له جملة استوقفتني. فكرة هي ايه الشرارة اللي ممكن تخلي الواحد يحس بالانتماء؟ انت حصلت لك شرارة فحسيتي بالبلد، انت تربيت وانت صغيرة، كنت برا، رجعت مصر، عايشة حياتك. فكرة الانتماء دي فكرة ما بناخدش بالنا اذا كانت موجودة او مش موجودة غير لما تروح منورة كده اللمبة. لا، وعايشة حياتي كويس ومستفيدة من البلد. وبشتغل ومصلحتي هنا، وإلا كنت سافرت يعني واشتغلت برا. لا، بنشتغل هنا وبنعمل فلوس وعايشين كويس. بس اللمبة بتاع الانتماء اللي ايه ده؟ دي مصر. ثورة. يعني الاحساس بالبلد عجباني اللقطة. يعني ثورة 25 يناير. ايوه اوكي. والثورة وبصلها ثورة وناس خارجة في الشارع. لا، هقول لحضرتك على حاجة. اللي حصل في الثورة بتاعت 25 يناير انه ما كانتش ثورة جياع، ولا كانت ثورة للناس الكادحة اللي تعبانة فعلا في البلد. هي كانت بدايتها ثورة للناس المقتدرة اللي مش قادرة ان هي تكمل حياتها في فساد. لا، وانا من ضمنهم. يعني احنا كلنا من الناس اللي عايشين على الاستثناءات، مع الأسف هو ده مجتمعنا. يعني بنركن صف تاني، بنعرف ندي للراجل 20 جنيه وما ناخدش مخالفة، بنعرف نعمل تجاوزات في كل حاجة، احنا يعني عايشين على شوية تجاوزات، عندنا قوانين وقوانين مش صارمة. أو لا تطبق، يا قانون قانون بس ما بيتطبقش. لا خالص، ومسميات بس هي اللي موجودة. ناهيك عن إحساسنا إنه مصر كانت فقبضت مجموعة من الناس هي بس المستفيدة بكل حاجة، وعشان انت تنجح فلازم تكون لك علاقات بهذه المجموعة من البشر، نسبة 1% من الشعب المصري. فهي بدأت كده. فأنا بالصدفة البحتة، أنا ولا كنت ثورجية ولا لي أي علاقة بأي حاجة خالص، هم كانوا قاعدين في الشارع، فنزلت أشوف هم بيقولوا إيه وتفاعلت معهم وما روحتش بقى. ومن ساعتها وأنا بقيت يا حبيبتي يا مصر بتعمل معاك الشغل، عياط بقى على طول على طول اي اغنيه شاديه يعني. كانت عامل مؤثر وتوالد بقى. انه هقول لحضرتك على حاجه، في الثلاث سنين اللي فاتوا المصريين كلهم بقوا خبراء سياسيين، كلنا بقينا بنتعلم سياسه ومداركنا بتوسع وعمالين بنحلل وبنقيم، وشويه بشويه بنتعلم، وشويه بشويه تقييمنا بيتغير، وشويه بشويه انا متفائله جدا وعارفه كويس قوي انه حتى لو في اخطاء حصلت وفي حكم غلط، ثلاث سنين او خمس سنين لا يذكروا شيء في تاريخ امم، وبالذات امه زي مصر. فانا متفائله جدا انه الفتره اللي جايه لا، هنتعلم احسن وهنعرف اكتر وهنفهم اكتر وهنستوعب. بس احنا في شعب قعد فتره طويله جدا ملوش صوت، وفجاه بقى عنده صوت، فمعلش استحملوا شويه، والناس كلها تستحمل بعض، ان احنا لسه بنجرب. فالفتره بتاعت ال 18 يوم دول كانوا مؤثرين جدا في حياتي، جدا اتغيرت 180 درجة. من ايه لايه؟ من حد عايش في البلد بيستفيد منها وعايش فيها ومش حاببها قوي وما بيحبهاش غير لما يسافر بس، وكلنا لما بنسافر ما بنستحملش حد يقول حاجة على مصر، لما اول ما ننزل من الطيارة نبتدي نشتم في المطار بقى، وايه الزحمة دي وايه القرف ده. كل سنة وحضرتك طيبة. انما لا، تحولت بقى الى حد ايجابي جدا، ومش بس حابب البلد اغاني وكلام، لا عايزة اعمل حاجة، وحاسه انه انا قادر اعمل حاجه. الحاجه دي حسيت انها جات لك لما قالوا انك مرشحه لوزاره البحث العلمي؟ لا، قبل كده بكتير. ايوه، حسيت ان ده نتاج ليها وفرصه لما اتقال انك ممكن تيجي وزيره؟ هي اتقالت ازاي؟ احنا عرفنا في الاعلام كده، وانا كمان عرفت في الاعلام على فكره. انا زيكم يعني، في حد كلمك؟ حد اتصل بيكي؟ لا، ما انا قلت هقول لحضرتك الموضوع ده، قلت كذا مره. انا جالي تليفون من حد مجهول الهويه، ما حدش قال، سئل في المكتب هل انت عندك اعتراض، او مش ما سالونيش انا. هل عندك اعتراض؟ المهندسه دي عندها اعتراض تبقى وزيره؟ فافتكرت صحفي، لان انا كنت في الفتره دي في الميديا كتير قوي بقى. كانت الثلاث جوائز، وكان في على طول اعلام وتلفزيونات وجرايد، فصحفي يعني. فقلت يبقى، قلت لها يمكن حد صحفي من الصحفيين. كان اياميها في بقى الببلاوي وزاره جديده والشباب وبتاع، فقلت هيقولوا بقى سكوب في ميديا، ده احنا عايزين الشباب. فقالت له لا طبعا هي مش معترضه يعني. مفيش ساعتين زمن ولقيت الاعلام اتقلب بقى،
وناس بتتخانق وناس حابه وناس مش حابه والحقوا وانا قاعده بتفرج وكل ده يعني قعدت مثلا بتاع اسبوع مش مصدقه بقول يعني لا هو يعني اصلا احنا عندنا صوره نمطيه كده للوزراء والمسؤولين فانا ابعد ما اقدر. هسألك انت خريجه هندسه انت ما معكيش دكتوراه؟ لا انا مش دكتوره جداً. اه طبعا وكلمه دكتوراه دي بقعد اقول يا جماعه انا مش دكتوره بس هو ايام الوزاره كانوا كلهم دكاتره فقال لك نحط لها دال بس بحث علمي هيبقى صعب جدا يمسك بحث علمي حد مش واخد دكتوراه. لا انا مش دكتوره خالص انا يعني بحب لقبي جدا يعني بحب ان انا ابقى مهندسه وحافظه المهندسه يعني يا باشمهندس باشمهندس لا دلوقتي بعد المده الطويله في الشغل ممكن يتقال لي يا باشمهندس. ف لغايه ما حصل انه التلفزيون المصري اللي هو التلفزيون اللي بتاع الدوله مع احترامي طبعا لكل الاعلاميين اللي كانوا مبسوطين وفرحانين وبيتكلموا في الميديا اول ما طلعت المذيعه واقفه قدام مجلس الوزراء وقرت الاسم انا قلت لا ده الموضوع بجد لا ده هو فعلا قرت الاسم قالت مش قلت لا ده بجد وبدات بقى ايه للاسف لا اكتئب بدات اكتئب بدات اتضايق لان انا كنت عارف لما يحصل حاجه زي كده وتشوف هذا الكم من على الفيسبوك لشباب وامهات وستات واولاد ورجاله وكبار وصغيرين كلهم مبسوطين وشايفين انه لا احنا عايزين مش بكلم عليا انا كنت ببص اللي ما وراء الحدث هم عايزين النموذج ده عايزين يشوفوا ناس عندها طاقه ناس ايجابيه ناس عايزه تعمل حاجه مش مهم انا بقى يعني انا كنت مبسوطه بانه الشعب المصري اتغير ما كانش مثلا حضرتك ممكن تقولي من 10 سنين لا ما كانش هيبقى بالايجابيه دي خالص يعني ف بس انا يعني الناس كلها مبسوطه فده اثر عليا بس 80% انا مش عايز اسيب شغلي يعني عايز تسيبيها بقى لا وبعدين انا طول عمري بقلم رصاص وبرسم بايدي وبطلع فوق سقالات وكل ده هيروح ف قعدت ادعي ربنا قلت يا رب تيجي من عندهم بقى لانه ايه اولا مش وقته فتره صعبه جدا وانا بطبيعتي ما بقفش عند حاجه يعني لو في يوم من الايام حد حطني في اي مكان يعني مش بخطري مثلا اجبرت على حاجه لا هعرف اعملها كويس انا ما بقفش عند حد يعني او على حاجه او على موقف لما اكتشفت ان ده مش حقيقي اتضايقتي خالص فعلا خالص كنت مبسوطه جدا كنت سعيده جدا فوق ما حضرتك تتخيل يعني التليفونات واللي جايه بتبارك لك وست الوزيره وقاعده تقول لهم لا لسه ما حدش كلمني حاجات كده لا ما قلتش كده خالص قلت لهم انا ما سمعتش اي حاجه يعني انتوا اللي بتقولوا انا ما عنديش اي وكتبتها على الفيسبوك واضحه وصريحه يا جماعه انا ما جاليش اي حاجه وما اعرفش اي حاجه ولما حصل سحب الترشيح وكانت قعدوا بقى اسباب بس ما فيش ترشيح بدون ما حد يكلمك شخصيا رسمي يعني انا بالنسبه لي ولا تاثرت بالاول ولا تاثرت بالاخر انا بالنسبه لي قلت خلاص حتى برغم ان كان في اعلاميين كتير جدا ليهم اسم وليهم ثقل شافوا الموضوع وكلموا عليه في التلفزيون وقالوا مش عارفه ايه انا بالنسبه لي كنت متفرجه زيكم ولا ده وقفني وكنت بشتغل في سكتي وماشيه في طريقي عادي جدا وطب والله طب الحمد لله طب سحبوا طب والله كويس جدا خليكم بقى زي ما انتوا انا ماشيه في سكتي ماليش دعوه يعني ما فكرتش حتى ما خدتش الموضوع جد قوي يعني. طيب هطلع فاصل هسيبكم مع تقرير عن انهيار العماره في مصر. العماره اللي كان لها تاريخ عندنا لان ليه علاقه بضيفتي العزيزه وبرؤيتها للعماره في مصر يجب ان تكون كيف؟ هنرجع بعد الفاصل نتكلم في الجوائز وفي رؤيتها لوجه مصر الذي يجب ان يكون جميلا. ما زال الحريق حتى الان في مبنى مزبيرو، قوات الاطفاء تحاول السيطره عليه لكن تبدو ان المشكله في سرعه الرياح. ربنا يطمنا على مزبيرو ومن فيه. نلتقي بعد الفاصل. لم تقتصر العشوائية على الأغاني فقط، لكنها امتدت أيضا إلى شكل المعمار الذي أصبح في معظمه يمثل تلوثا بصريا اعتادته العين المصرية. اللمسة الجمالية أو المنظر الجمالي اختفى من المعمار المصري أو معظم العقارات دلوقتي، يعني هنقول نظرا للعدد السكاني المهول في الفترة الأخيرة. يعني اللمسة الجمالية أصلا في المعمار عموما اختفت تماما لأن الموضوع بقى تجاري،
يعني كل واحد دلوقتي بيجي يبني وعايز ينهي العمارة بسرعة بسرعة عشان خاطر يلحق يسكنها ويشوف غيرها ويشوف غيرها، فالموضوع خلاص يعني انقرض تماما، حتى الذوق المعماري مبقاش موجود. المناهج مش متناولة الجانب الجميل في المعمار، برضو ثقافتنا ممكن تكون مع تدهور الأحوال أو سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية، هو ده اللي بيخلي المعمار مش بالجمال بتاع زمان. عدم الوعي بالناحية الجمالية واستمرار العشوائيات قضى على كل الاشياء اللي كان ممكن ان احنا نعملها او نشوفها من ايام السبعينات. في بناء عشوائي، ما فيش تنسيق حضاري في مباني القاهره كلها والجيزه، ان بعد في كان في عمارات زمان بتطلع برسومات وباشكال اسلاميه وبتعبر عن الحضارات اللي موجوده في مصر. عشوائيه البناء والتخطيط السبب الرئيسي لخلق هذه الاحياء السكنيه، فبعد أن كان المعمار المصري ذا طابع خاص غابت العمارة الإنسانية وأصبح المكان في معظمه مشبعا ومحملا فوق طاقته في غيبة من القانون والتشريعات. أصحاب العمارات ما بيبنوش على أي أساس، ما فيش أصلا لوائح هم بيبنوا عليها، هم بيبنوا زي العمارات دلوقتي اللي بتشيلها الحكومة. لازم أفعل القوانين لو في قوانين، وأنا متأكد إن أكيد في قوانين، بس أنا طبعا مش متخصص، بس أكيد في قوانين تنظم الجانب المعماري ده، لازم تفعل هذه القوانين. دلوقتي حاليا أي حد بيجي بيسكن مش مشكلة عنده إيه هي العمارة، المهم إن هو بيلاقي سكن، ما فيش سكن، الناس أصلا خلاص تكدست فوق بعضها. أصبح القبح المعماري متسيدا وضاقت به النفس وتسبب في كل ألوان التوتر التي تؤثر بالسلب في المجتمع، وهو ما يحتم علينا إيجاد وسائل سريعة يمكن بها إرجاع الجمال المعماري إلى مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع المهندسه داليا السعداني. قولي لي، بتشوفي شكل مصر الجمالي في العماره ايه دلوقتي؟ يعني لو اردت ان تصفي مصر، هو في شكل جمالي للعماره دلوقتي، هو اللي موجود الشكل الجمالي المباني القديمه بس، لكن ما فيش اي رؤيه واضحه لمسمى العماره المصريه، ده مش موجود للاسف. يعني مع ان احنا من اعرق الدول، المفروض يكون عندنا مبادئ وأسس وقوانين للتخطيط العمراني للعمارة المصرية، وده مش موجود. طب ازاي دولة تتقدم للمركز 25 لان فيها مهندسة مقدمة مشروع فكسب وخد جائزة كبيرة، فتقوم البلد تتقدم في من هذا المنظور؟ يعني تتقدم لما يبتدوا يبصوا للمشاريع دي ويبتدوا ينفذوها في الحقيقة طبعا. يعني لان انا ممكن تكلميني عن المسابقة دي وازاي ارتقيتي فيها وازاي مصر ترتيبها يتقدم اذا كان مستوانا المعماري بهذا الشكل؟ هقول لحضرتك انه انا مستوانا المعماري الواقع اللي احنا عايشين فيه هو واقع تلوث بصري. كون ان في مهندسين شطار وبيقدروا يعملوا مشاريع كويسه، يبقى العيب مش من عندهم هم، العيب انه مين بيسمع لهم. نعم. مين بيحقق الحاجات اللي موجوده في دماغهم دي على الواقع، بحيث انه ما فيش اي مصمم في اي مجال ما بيطمحش انه يصمم حاجة تفيد البشر. جزء من اللي بنتعلمه في التصميم، في اي مجال في التصميم، انه مش بس يبقى شكله حلو، لا، يستخدم ويبقى استخدامه مناسب للتصميم. فالمسابقة بالنسبة لي انا دخلتها بالصدفة البحر. دي كانت فين؟ دي المسابقة دي في ايطاليا. هي مصنفة رقم واحد في المسابقات لانه فيها كل انواع التصميم، وبيدخلها ناس اعداد كبيره جدا من كل العالم. يعني السنه دي دخلها 12500 واحد من 208 دوله مثلا. فانا يعني بالنسبه لي قلت طب انا هبعت حاجه، وكنت عامله الترابيزه دي وانا اصلا ما كنتش بشتغل في الاساس اساسا، يعني كنت عامله الترابيزه دي ليا معجبه بيها. يا ريت نشوف الترابيزه يا جماعه اللي بتتكلم عنها. يعني هو مشواري الفني بدا بالبابور الحقيقه. عجباني فكره البابور قوي، رغم انك ما عشتيش البابور ولا اتفرجت عليه. شفته يعني فكره الترابيزه. لا هقول لحضرتك، انا ما استخدمتوش شخصيا، بس الفكره جت من موقع من المواقع اللي كنت شغاله فيها، كانوا بيستخدموه عشان يعملوا شاي بتاع الموقع العمال. ف
فجات لي الفكرة ونفذت الترابيزة، ونفذتها نتيجة حبي للحرفيين والمهن اليدوية اللي أتمنى إن هي ما تندثرش، وأتمنى إن هي ترقى، لأنه أنا شايفة إن هو ده اللي هيميزنا عن الغرب. التراث بتاعنا كله مفردات غنية جدا. فعملت الترابيزة دي لي أنا، وبعدين سمعت عن المسابقة وقلت طب أنا هبعت يعني التصميم ده شرف المحاولة، طبعا أكيد مش هكسب حاجة خالص يعني. وبعدين ترابيزة على شكل بابور وكده، فقلت لا خلاص هبعت، وفوجئت إن أنا كسبت. وتوالت بقى يعني اهي الصوره قدامنا، ده بابور بجد وعليه قاعده بس معمول خشب يدوي، وعملته بكذا يعني فينش، ان هو يبقى حاجه معاصره تناسب العصر اللي احنا فيه، ما يبقاش شكله تقليدي، غيرت شويه في نسبه، لان هو الحقيقه يمكن مش باينه، بس هي ترابيزه كبيره يعني مش صغيره يعني صغيره لا 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 يعني الدايره دي قد ايه؟ حوالي 65 سنتي. فكسبت دي، وتوالت بقى لما رحت اول سنه وبدأت أتعامل بقى مع المصممين العالميين، لا لقيت إنه طب ما احنا ممكن يعني نحاول بقى يعني. انت آخر حاجة كسبتي بيها كانت الترابيزة برضو بتاع عين راع؟ لا أنا آخر حاجة كسبت 7 جوائز السنة دي. سبع جوائز السنة دي؟ السنة دي أنا قدامي السبعة اللي هي ده 2014 بس. ما طيب. هو أنا من النوع اللي بتحدى نفسي يعني، تاني سنة كانوا 3 وتعبت صحيا جدا، فقلت السنه دي ما ارحمش نفسي بقى، لا خليهم 7 كمان. طيب ناخد ال7. انت كانت اول حاجه الجائزه الذهبيه عن تطوير ميدان التحرير. ميدان التحرير. ممكن نشوف يا جماعه ميدان التحرير شكله عامل ازاي، وتقولي لي انت عامله فيه ايه يعني، وده استوحيتي منين، وشايفه ان ده ممكن يتنفذ. اوري لحضرتك اهم، ده صور ميدان التحرير. انا بالنسبه لي التصميم ده له جزء عاطفي طبعا، لان كل جزء في المكان ده ليه معنى بالنسبة لي، أو ليه معنى بالنسبة للمصريين كلهم يعني. يعني أنا عندي المنطقة دي اللي هي قدام المجمع، ودي حيطة عليها أسامي الشهداء مش بس اللي موجودين من 25 يناير من سنة 19، المكان ده بيموت فيه مصريين دفاعا عن رغبتهم في حياة أفضل من سنة 19. وفي زي كيرتن كده، مية ستارة مية بتمثل دماء الشهداء، بتنزل على نافورة فيها كلمة حرية ب19 لغة، بتتشاف من الطيارة. من الطيارة؟ لأنه طبعا المسطحات كبيرة جدا. لا ده تمثال سكالبتشر موجود في لا طب غير معايا كده يا عمر. هي أول صورة هتبان أو تاني صورة. فبقولها عليها تلاقي كل جزء انا بعني بيه رساله معينه، عايزه اوصل بيه لحاجه معينه. وانا مش دي اللي قبليها، انا قافله الميدان على فكره، انا محولاه لمنطقه مشاه، ما فيش عربيات بتدخل في الميدان لا خالص. بتلف حواليه. الصوره دي ايه؟ ده الميدان من فوق. فهتلاقي مجمع التحرير يبان بالشكل ده. يبان بالشكل ده، ولو حضرتك شايف فيه وشوش في النص، دي عباره عن مدرجات الناس بتقعد عليها وبتمثل. لو حضرتك تاخد بالك من الوشوش هتلاقي اول وش واحد ساكت وبعدين بيتكلم. لا مش باين قوي من هنا كده. ما لو في صوره تانية هتلاقيها واضحه قوي اكتر. موجوده انت عايزها له؟ موجوده. هتلاقيها الصوره اللي بعدها، لا بعد دي. فالوشوش دي بتمثل واحد بيتكلم وبعدين بيصرخ بصوت عالي جدا، ده آخر ليفل قدام الحرية. فده هو ده وضعنا على مر ال 100 سنة اللي فاتوا، وإحنا على طول بنبقى ساكتين شوية وبعدين بنبتدي نزعق. ده إيه؟ ده مكان زي مول، أو الحقيقة هو مكان هيبقى فيه أهاوي وحاجات نسبة نسبة للمكان بتاع وسط البلد دايما فيه. أي بس هتجيبي منين المكان ده؟ يعني ما انا عندي الميدان وفي محلات وفي حاجات ثابته. ما هو ده قدام المحلات، انا واخده من منسوب الشارع الطبيعي، بتطلع على رامب، لانه المكان ده زي خرسانه طايره تطلع من منسوب الشارع، بحيث ان الناس تطلع تشوف الميدان من فوق. وتحتيها ميه. وتحتيها لا تحتيها محلات، هو ده الظل بس عشان اللون عند حضرتك في الشاشه. دي محلات وقهاوي، عشان انا نفسي ان المكان ده يبقى فيه شركه هي اللي بتستفيد تجاريا من المكان ده، وتقدر تضمن لي الصيانه بتاعته. انا مش عايزه ارمي كل حاجه على الحكومه ان هي اللي تصون المكان. تصورك لمشروع زي ده يتكلف كام عشان الدوله تعمل ده؟
لا هو مشروع مش سهل خالص ومكلف جدا طبعا، يعني ما عملتلوش دراسة جدوى، بس انا اتخيل ان هو ارقام يعني مش اقل من نص مليار مثلا على الاقل، علشان جنيه ولا دولار؟ لا مصري. تكلم بالمصري يعني. بتكلم بالمصري علشان اقدر ان انا اطور، لان انا المواد اللي مستخدميها مواد موجودة في مصر، الرخام المصري والحاجات دي كلها والخرسانة دي حاجات موجودة عندنا. فانا مش معتمدة على الحاجات الفنية. نص مليار بس هيبقى مصدر دخل طبعا، يعني قيمة ومصدر دخل. ما هو ده القصد، انك حضرتك عندك منطقة لازم نبتدي نشوف مشاريع ليها اولا فايدته انه متنفس للمصريين. احنا بنتكلم في القاهرة ما عندكش مكان متنفس الناس تمشي فيه. يعني ما ده مش موجود، والمنطقة هناك حيوية، ومن ضمن اهدافي ان انا وسط البلد دي تبقى كلها منطقة مشاة نستفيد بيها في السياحة. يعني مش معقولة ان انا يبقى عندي بكم العمارة الرهيبة اللي في المكان ده، وحتى مثلا مجمع التحرير رغم ان هو معماريا مش جميل قوي، انما له تاريخ واتمنى ان هم يعيدوا استخدامه. مجرد الاهتمام بيه وتجديده هيبقى شكله حلو، له تاريخ جامد. فيعني ليه اخلي ده مكان للحاجات الشؤون الحكومية؟ طب ما انا استغل بيه تجاريا، ليه المنطقة كلها ما يعادش تخطيطها؟ فكرة ان هذا المبنى مثلا يتحول الى فندق كبير، يتحول الى فندق، يتحول الى مول موجود فيه تحت، يتحول الى حاجه تداريه تدر ربح. احنا عندنا في مصر في اسيدز اللي بيتقال عليها اسيدز، اللي هي انك عندك ممتلكات وعندك حاجات كتيره جدا لازم يعاد دراسه تخطيطها ودراسه استخدامها عشان تدر الربح. في عندك موارد كتيره جدا مش منظور لها، وفي موارد تانية مش مستغله مظبوط. فاللي انا بحارب عليه ان انا نفسي يكون في رؤيه شامله، انت عايز تعمل ايه في البلد دي كمان 100 سنه. عرضت ده على حد مشروع قناه ميدان التحرير؟ لا، هو المشروع لسه كسبان بقاله اسبوعين ثلاثه، لسه ما قدمتوش لحد. هبتدي الحرب، هتبتدي الحرب. ان شاء الله، لانه المساله مش مساله هو ما هوش ناحيه جماليه، مش ان انا، ولو اني دي مهمه، مهمه لنفسيه طبعاً البشر. عايزين نبقى عايشين محترمين ونبتدي نهذب يعني تصرفاتنا، وتصرفاتنا مش هتتهذب الا بانك تعيش في بيئه صحيه، وعشان تعيش في بيئه صحيه لازم تعيش في مكان مهندم. لازم نبتدي نتعلم، او نبتدي بقى ايه، ان احنا نبقى متربيين بقى شويه في كل حاجه، نحترم الشارع ونحترم المباني ونحترم التراث. احنا من كتر ما عندنا حاجات ما بقيناش يعني مقدرين قيمتها، من كتر ما ربنا حب البلد دي بكم حاجات ممكن نستفيد بيها. يعني حضرتك بيجي لك سياح قد ايه؟ 8 9 لما كان عندك 13 مليون. حضرتك ممكن بمنتهى البساطه تعملهم الدبل. وانا بروح بلاد في العالم وابص حواليا 70 مليون، يعني ابص حواليا الاقيهم عندهم طوبتين فرحانين بيهم جدا وعاملين عليهم سور وإضاءة. او مسلات مصر حطينا كده في باريس لا عايز اقول لك في قبرص طوبتين، مش عباره عن حجرتين كده ومصورينهم ومطاعم واوتيلات. يا جماعه تعالوا شوفوا عندنا وسط البلد، ولا شوفوا اي مكان، ده احنا عندنا من كتر ده اللي بنلعب بيهم الاولاد بيلعبوا بيهم، ده احنا بنتسلى بالحاجات دي، يعني بالحاجات الاثار دي عندنا. طيب قبل ما اكمل معاك بقيه الجواز بتاعتك ونبتدي نشوفها ونعرضها للساده المشاهدين، هطلع الفاصل الاخير واعود لاواصل واسمع كمان عن مشروع المهندسه داليا السعداني القومي وجه مصر، ممكن يبقى شكله ايه. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع المهندسه داليا السعداني. خلينا نروح لجوائزك، خلينا نكمل الجوائز قبل ما نروح لمشاريعك او مبادراتك. انت خدت الجائزه البلاتينيه عن قطعه اساس باسم عين رعا. ايه دي بقى؟ دي قطعه اساس اللي هي بيسموها ستريت فرنتشر، مش مقصود بيه اساس داخلي قد ما هو في التنسيق الحدائق خارجي. يعني عشان اماكن انتظار ان شاء الله لما يبقى عندنا اماكن انتظار في البلد يتعمل فيها بنشز عشان الناس تقعد عليها. ف
فهي مستوحاة من عين رع الفرعونية المشهورة، بس يعني متغيرة تماما. هي دي. دي شكلها شخبيط يعني، تقعد عليها زي دي يعني نقعد فين، في النص ولا فين؟ اخر صورة هيجيب لك فيها 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 تجسيد لناس قاعدة موجودة. كده بدأت تبان سنة. ما هي بيتقال عليها تصميم مستقبلي او فيوتشرستك. فهي يعني فلوينج كده. هي كده والناس قاعدة. بس طبعا هو النسب عندكم مطاها شوية مش قوي كده. هي اقل من كده. وهتلاقي الصورة اللي بعدها برضو موضحة اكتر الناس وهي قاعدة عليها. فبيقعدوا على الجنبين، يعني هي بتاخد عدد كبير من الناس. فيش حد فريق حد. هو لا ممكن كله كده. انت تخيلك. انا حاولت ابعد الناس عشان خيالك ليه كده الفراد. هو لو كان في مصر كنت هتلاقي 83 واحد قاعدين عليه. بالظبط. في ناس نايمه وحاجات كده. انت عاملاها ستايل اوروبي خالص يعني. لا طبعا هو المغزى من وراها هو حاجه فرعونيه مصريه بحته. الشكل العين اللي قاعدين عليها بقى. ما اعمل حاضر. انا لسه بقول لك الاستوديو كبير، اعمل لكم واحده هنا بقى تقعدوا عليها. طيب خدت الجائزة الفضية عن لاندسكيب. لما يمكن ان تكون عليه ميادين مصر. برضو متخيلة الشكل ازاي يعني؟ ده غير التحرير، ده حاجة برضو ليها علاقة بانه لما انا اتطور في التصميم واعمل حاجة معاصرة ممكن ما تخلاش عن الـ 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 الروح العربية في الموضوع. فانا لو حضرتك تشوف الرسومات هتلاقي انه هتلاقي فيه حروف كوفي. ناس بتقعد عليها وزي يعني حاجات يعني في وسط الميادين. ف يعني انا دايما بحب مزج الطرز، ما بحبش ان انا اعمل طراز واضح صريح. وهو ده يمكن اللي خلاني مختلفه شويه في تصميماتي، ان انا بحب الحاجات الكلاسيكيه شويه بس بحاول اديها اختلاف شويه معاصر، لان انا بلاقي انه ليها ثقل وليها دي. ايه حرف القاف ده؟ ده قمامة علشان يتحط فيها الزبالة. يا سلام. هي القمامة نضيفة كده. ما ان شاء الله يا رب. عن يعني بتمنى ان احنا نوصل عن طريق التصميم اللي هو بيؤثر في حياتنا على ان احنا ممكن يبقى عندنا شوارع بالشكل ده كده. انت معيشاني في اوروبا شوية. هقول لحضرتك مفيش حاجة مستحيلة. حد حضرتك مثلا في التسعينات كان في الكرايسيس او الانهيار بتاع اسيا، يعني دول اسيا. ده في التسعينات. بص الامور الاسيويه كانت بتنهار. بص حضرتك ده بنتكلم من 20 سنه. فما تقوليش البني ادم مش قادر، واحنا عندنا موارد كتيره جدا، مصر فيها فلوس كتيره جدا. بس الرؤيه بقى، انا عايزه رؤيه زي ما بيتقال عندنا كده في الهندسه ماكرو بلاننج، اللي هو بتبص على خريطه مصر من فوق وتحاول تعمل تخطيط انك انت ازاي توجد فرص عمل وتوجد اماكن مشاريع جديده وتحول ترجع البلد دي من بلد استهلاكيه لبلد منتجه. وده اللي بتقولي ازاي اشتغل بالطاقه الشمسيه بقى. والله الطاقه الشمسيه لازم خدت الجائزه البرونزيه عن تصور اسقف تعمل بالطاقه الشمسيه. علشان برضو دي حاجه مرتبطه بمصر، انه انا من الحاجات اللي بتؤرقني اسطح البيوت في مصر، انك انت بتشوف كلها دشات وكلها كراكيب ومسطحات مش مستغله. فمعمول انا عامله حاجه ممكن تقفل بيها الاسطح تستغلها، المكان ده يستغل يبقى مكاتب يبقى شركات، وفيها زي شيش شاترز بتتحرك مع الشمس. هي ليها بيبقى ليها بروجرام على الكمبيوتر بحيث انه ال- 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 الشيشان دي تتحرك مع الشمس تجيب لك طاقه وتسخن بيها ميه وتجيب بيها كهرباء للعماره كلها. فده كان حاجه. دول الثلاث مشاريع المرتبطين بمصر. دول اللي لسه المحلات التجاريه. انت كمان والده. لا دي حاجه. انت خدت برونزيات كتير ورا بعض. وفضيات كتير. خدت برونزيه عن شكل المحلات التجاريه في مصر. لا مش في مصر، ده حاجه مستقبليه قوي زي الافلام اللي هي المستقبليه. انا في وجهه نظري خيال علمي يعني. شويه. ان انا في وجهه نظري انه هيجي وقت هتبقى التاتش سكرين اللي هي الشاشات اللي باللمس، مش هيبقى فيه منتجات ممكن انما تقدر تعمل الشوبينج بتاعك يعني بتاتش سكرينز. فعملت مشروع زي ده وكسب برضو. اللي هو احنا شايفينه قدامنا اهو. اللي هي ده هتلاقي ده اللي هو الهولوجرام. اللي هو التجسيد، يعني انت حضرتك في مطارات ما بيبقاش فيها ناس بتتكلم فيها هولوجرام. بيشرح للناس ويتكلم معاهم. فانا من وجهه نظري انه في المستقبل هتلاقي التقنيه حديثه جدا بحيث انك مش بالضروره
انك انت تشوف المنتج ممكن تتعامل معاه وتشوفه مجسد. حاسين ان انا جاي من مجتمع تاني، ده بنتكلم عن عالم فضائي وانا بتكلم هنا في الكشاك، عايزين نرخص الكشاك للناس في الشارع. هقول لحضرتك على حاجه، هو مفيش حاجه في الدنيا بتتحسن على مر العصور غير بافكار متقدمه سابقة. شويه طبعا. طب يعني هي متقدمه كتير يعني شويه. لا ما هو ماشي. ما هو انت هتبتدي يعني، انا اللي هدفي ان انا ابتدي اقول انه ليه انا بعمل تنسيق حدائق، او ليه بعمل اللي هو التنسيق الحضاري اللي بيتقال عليه، علشان ابتدي بانه المصريين يشوفوا حاجه قدامهم متغيره فعليه، وبناء عليها يبقى نواه للتغير الجذري. فهو ده كان هدفي في الـ في الـ في الثلاثه اللي هم ليهم علاقه بالتنسيق الحضاري. قبل ما اوصل لفكره وجه مصر والتنسيق الحضاري، ما عندناش نسق معماري نعرف نتكلم عنه نقول مصر ملمحها المعماري كذا. اه تمام. خليني اخد بس الجائزه الفضيه بتاع نجفت باسم ياز. يعني ايه ياز؟ ياز هي المقصود بيها هو معنى انجليزي يعني الحاجه اللي بتشجعك على الابداع. ودي حاجة مفروض معاد استخدامها، يعني زي المواد اللي أنا إيه من ضمن الحاجات عايزة يبتدي الناس إعادة تدوير. فدي عبارة عن أسلاك وليد لايتس عشان نوفر الكهرباء، ومفروض أنك أنت بتشتري موديول 50x50 وتقدر أنت تشتري كذا موديول تحوله النجفة كده تحوله بالشكل اللي أنت عايزه، وتفضل تغير وتتني فيها. فأنا عايزة الناس تبتدي تبقى احنا ممكن نعملها في البيوت يعني. ما ده المقصود ان اي حد يقدر يلوي الاسلاك دي ويحولها بالشكل اللي هو عايزه ويغير كل شويه. وهي اصلا مبداها بسيط جدا، انه مجرد سلك ولمبه، هي اي اضاءه او اي نجفه غاليه جدا سلك واللمبات الصغيره دي الليد لايت، بس انا حاطه لها الكيسه بتاعتها بتتحط في اللمبات القديمه ازاز بس حواليها. فبتشتري حاجه سعرها قليل تقدر تعملها انت نجفه، تعملها ابليك، تغير فيها. فده برضو عشان عايزه الناس تبتدي تبقى عندها الناحيه الجماليه اكتر. طيب والسقف المصنوع من الخشب؟ لا ده حاجه بقى للحرفيين، ده هديه كان للحرفيين بتوعنا. ده سقف معمول في فيلا انا عاملاها مشطبه، وده يدوي، ده سقف 5x7 معمول يعني متنفس حقيقي يعني. ده هاند ميد يعني؟ ده كل الشغل ده يدوي. ده نظام شغل الاسقف القديمه وزي الحاجات الفرنساوي الكلاسيكيه اللي معروفه في البيوت القديمه عندنا، مع ان البيت ما هوش كلاسيكي بحت، البيت مودرن شويه، لكن هو الميكس ده هو المزج ده. فانا بحب الحرفيين، بحب شغلهم، بحب حاجتنا. فلو هم مش مقدرينها احنا هنطلع لهم نخليهم يقدروها. طيب اذا هصل الى مبادرتك الخاصه بوجه مصر، ايه هي المبادره دي؟ عايزه وجه مصر يبقى شكله ازاي؟ هل يمكن لنا ان يصبح لمصر ملمح معماري زي زمان؟ هي بدأت معايا بموضوع الوجهات، وموضوع ان احنا عندنا تلوث بصري، وانه مفيش اللي عايز يقفل حاجه بيقفلها، واللي عايز يحط الميتال اخضر، واللي عايز يعلق يافطه ويقفل بلكونه عشان ابنه في ثانويه عامه، وبقيت الواحد بيجيله صداع وهو ماشي في الشارع. فبدأت كده يعني، بدأت من حبي ان انا اشوف ان احنا بس عندنا كمان طراز معماري واضح، ان احنا ما ينفعش نشوف دول تانية، مع احترامي لكل الدول طبعا عندهم ده وهم اقل مننا تاريخ، واحنا ما عندناش ده. وتحولت بعد كده بقى ان انا مش بس بقيت بشوف انه المشكله في ان الواجهات تبقى كويسه، لا ده وصل الموضوع ان انا عايزه اعمل محافظات جديده بقى، ان انا عايزه يعني عارف الدومينو ايفكت اللي هو حاجه تروح جرى الحاجه عشان تظبط حاجه، لازم المنظومه كلها تحول مشروع وجه مصر الى منظومه كامله، ان انا عايزه امتداد افقي بجد. يعني بتسال كتير جدا على موضوع العشوائيات، وكلنا بنتكلم في موضوع العشوائيات، ومش حل العشوائيات ان انا اعمل مدن قريبه من القاهره، لا انا بالنسبه لي محافظه زي الوادي الجديد مسطحها 440 الف كيلومتر، عدد السكان فيها 235 الف، في حين ان القاهره 3000 كيلومتر وعدد سكانها فيها 20 مليون 20 مليون بني ادم. فازاي في محافظه مش مستغله خالص كده؟ احنا بنشغل 6-7% من مسطح مصر. فانجلترا مثلا مسطحها اصغر مننا بكتير، ومنتشرين على الجزيره كلها. فتحول موضوع هدفي من وجه مصر من حاجه جماليه، ان انا عايزه الواجهات، وعايزه نفسي انه
انه نجبر الناس على احترام الواجهات المعمارية ويبقى عندنا كيان لجنة من 15 دكتور يرسموا لنا، مش انا، في ناس اكبر مني واقدر مني بكتير يقولوا لنا العمارة في مصر تبقى عاملة ازاي. ومش بالضرورة ان انا اقول مصر يعني الفرعنة، لا، احنا دخل علينا كل الطرس، اسلامية بكل انواعها، ورينيسانس النهضة بكل انواعها، البارون عند حضرتك ده طراز، مصر الجديدة وسط البلد ده طراز. فيقعدوا بقى يرسموا المجموعة دي، طلعوا منها حاجة تقول دي مصر. المبادرة دي لمين؟ دي للحكومة وللشعب المصري. دي انه انا اشتغل عليها ازاي، يعني اشتغل عليها ازاي، ان انا اطرح الاسس دي في مجلس الشعب، تدرس ويسن بناء عليها قوانين تقول ان انا المنطقة دي هاخد جزء من ضرائب الناس دي تتخصم لهم، ويرجعوا لي الواجهات واجهات محترمة، يشيلوا اليوفط دي ويحترموا الشارع، يصرفوا على، يعني اقول لحضرتك على حاجة، ده احنا ما عرفناش ندهن واجهات العمارات. كان عندنا ادارة التنسيق الحضاري اللي كان ماسكها السيد سمير غريب. ايوه، ومع ذلك ودلوقتي تقريبا دكتور محمد ابو سعدة، مش عارف مين ماسكها دلوقتي. لا بس هقول لحضرتك، هو قد يكون الناس دي عندها مشاريع موجودة في الدرج. خد يعني خد بال حضرتك، التنفيذ، ما هو التنفيذ ده مش هيجي بقى بالظبط كده، مش هيجي غير برؤية شاملة زي ما قلت لحضرتك، الماكرو بلاننج. بص على الموضوع، مش عايزه مسكنات، او احنا كشعب مصري مش عايزين مسكنات، ما تدينيش. في طبعا حلول قصيره المدى، على طول هنشوف، يبقى عندي خطط ونبتدي. وقول لي هنعمل ايه في الخمسين سنه اللي قدام، وابتدي اشتغل على كده. قول لي في الثلاثين سنه انا هعمل ايه، قول لي كمان عشر سنين لما المصريين هيبقوا مية وشويه هنودي الناس فين. اكيد العشوائيات مش حلها ان انا اشيل العشش واعمل مكانها عمارات، وده اللي بيحصل. المسكنات لا، انا عايزه امتداد افق عشان الناس تعرف تعيش، عشان نعرف نبقى مجتمع متحضر. مع احترامي طبعا للناس اللي بتعمل حلول اهي بتجتهد، انما لما انا اجي للطبقه الكادحه اللي هم معظم وظايفهم خدميه، ناس بائعين جائلين او سواقين تاكسي او كده، دول بيخدموا الطبقه المقتدره شويه. لما اجي اعمل لهم اسكان بعيد جدا واطالبهم ان هم يروحوا يعيشوا في الـ في الـ في, الـ في الاماكن البعيده دي، طب ما انت بترميهم في مجال السهل، ولا موفر لهم مواصلات ولا خدمات في المكان اللي هم فيه ولا اي شيء، ولا اي حاجه في الدنيا، ولا موفر لهم سبل معيشه. فبيحصل ايه؟ ياخدوا الشقق دي يروحوا سايبينها ويرجعوا. صحيح. يعيشوا بقى في المقابر ويعيشوا في فانا من وجهه نظري انه الحل ان انا انقل الطبقه المتوسطه، بمعنى لا مركزية الحكومة، يعني مش لازم الوزارات كلها تبقى في العاصمة، ابتدي اعمل محافظات جديدة وابتدي انقل ليها. ما احنا عايزين عدد، ما بقول لحضرتك المسطح كبير جزء جداً. من مشروع المشير السيسي الظاهرة الصحراوي، واتكلم في ده ايضا حمدين صباح بصيغة مختلفة يعني. فلو هو ده الامتداد الافقي المدروس مظبوط، لما انقل انا جزء من الشعب المصري في المحافظات الجديدة بالتبعية، الناس دي هتروح وراهم، ارجع بقى اعالج العشوائيات في مكان غير متكدس قوي زي المدن الكبيره زي القاهره واسكندريه وبورسعيد. فمش العلاج المسكن، مش عايزين مسكنات. جه الوقت حضرتك واحنا في الفاصل قلت لي احنا جبنا الاخر، عايزين ناخد حقن، عايزين نقوم، ولازم نقوم هنبني صح. وانا متفائله جدا وحاسه انه المصريين بقى عندهم طاقه غير طبيعيه انه عايزين يغيروا. يا رب هنتغير يا ان رب. شاء الله. اتمنى. نورتيني، بشكرك جدا. بشكر مهندسة داليا سعداني، بشكركم. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، غدا حلقة جديدة. بكرة هيكون معايا المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي، ومعي زميلي الأستاذ مجد الجلاد في حوار خاص جدا مليء بالمفاجآت. اللي أضمنه مفاجآت أسئلة، ما أضمنش مفاجآت إجابة. الإجابات لدى السيد حمدين صباحي. مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.